بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله التسجيل بتاعنا بعنوان Directional Couplers and Hybrid Junctions. هنتكلم على حاجة في الميكرويف ديفايسز اسمها Directional Couplers والHybrid Junctions، وهنتكلم برضو على حاجة اسمها الماجيك تي كنوع من أنواع Directional Couplers اللي هناخدها النهاردة. المرة الماضية كنا اتكلمنا على حاجة اسمها الإمبيدنس انفرتر والإدمتنس انفرتر، اتكلمنا عليهم في التسجيل اللي فات بعد ما شرحنا الجزء بتاع الامبيدنس ماتريكس بعد ما شرحنا الجزء بتاع الترانسميشن ماتريكس او الاي بي سي دي ماتريكس. الامبيدنس انفرتر والادميتنس انفرتر يعتبروا المثال الاولاني على المايكرويف ديفايسز اللي المفروض بنتعامل معاها في الترم ده. يعني لما جينا اتكلمنا في البدايه خالص على الحاجات اللي هندرسها في المقرر، قلنا هندرس في الاول البيزك ثيوري اللي هي الالكترومغنيتيك ثيوري، وفي نفس الوقت الويف جايد ثيوري والترانسميشن لاين ثيوري، الجزئين دول اللي هم النظريه الاساسيه بتاعه المايكرويف سيركتس اللي مبني عليها كل حاجه بعد كده قدام. قلنا بعد كده بدانا ندرس في النتورك ثيوري اللي هي الماتريسيز، السكاترنج ماتريكس، الامبيدنس ماتريكس، ترانسميشن ماتريكس، وهكذا زي ما شفنا في المرات اللي فاتت، تعرفنا على خصائصها وتعرفنا على المعادلات بتاعتها. قلنا بعد كده باقي المقرر هيبقى ان احنا هناخد مجموعه من الديفايسز اللي احنا بنستعملها كتير في المايكرويف ابلكيشنز او في المايكرويف سيركتس او في المايكرويف نتوركس. طب ايه الديفايسز اللي هناخدها؟ احنا بدانا في المره اللي فاتت في الديفايسز اسمها الامبيدنس انفرتر والادميتنس انفرتر، ده كان المثال الاول على الديفايسز اللي هناخدها. وفي دراستنا في المايكرويف ديفايسز نقدر نقسم الديفايسز لنوعين زي ما كنا بنعمل في اللو فريكونسي سيركتس. يعني انت عارف من دراستك في اللو فريكونسي سيركتس ان انواع الديفايسز او انواع الاليمنتس اللي ممكن تتوصف في الدايره حاجتين اتنين، حاجه بنسميها باسيف اليمنت، حاجه بنسميها اكتيف اليمنت. الباسيف اليمنت اللي هو الاليمنت اللي هو مش ممكن يدي لك باور، مش ممكن يدي لك انرجي، او نقدر نقول ان هو الاليمنت اللي هو مش محتاج بايسنج عشان يشتغل، ده اللي احنا بنسميه الباسيف اليمنت. مثلا زي المقاومه الريزيستور او الملف، الاندكتور او الكاباسيتور المكثف، وهكذا. في حين الاكتيف اليمنت لا، الاليمنت اللي محتاج منك بايسنج وممكن يعمل عمليه بنعتبرها من بعض وجهات النظر ان هو ادالك انرجي او ان هو ادالك باور، زي مثلا الترانزستور اللي بيستخدم في الامبليفاير اللي هو بيكبر السيجنال، بيكبر السيجنال يعني ادى للسيجنال باور. زي مثلا الاوبريشنال امبليفاير هو في النهايه يعتبر كاكتيف ديفايس ومكون من جواه في الداخل من مجموعه كبيره من الاكتيف ديفايسز، مجموعه كبيره من الترانزستورز، وهكذا. نفس الكلام ممكن نقوله برضه في المايكرويف ريجيون. يعني احنا بنتعامل مع المايكرويف سيركتس ممكن نقول برضه نفس الكلام. يعني ايه نفس الكلام؟ يعني برضه ممكن نقول ان المايكرويف ديفايسز تنقسم لنوعين، حاجه اسمها باسيف مايكرويف ديفايسز وحاجه اسمها اكتيف مايكرويف ديفايسز. الاكتيف مايكرويف ديفايسز نقصد بيها الديفايسز اللي محتاجه بايسنج عشان تشتغل، وفي الغالب في كلامنا بنقصد بيها المايكرويف سوليد ستيت ديفايسز. السوليد ستيت ديفايسز يعني حاجات زي الديود وزي الترانزستور، دي احنا دايما بنسميها سوليد ستيت ديفايس. ليه؟ عشان خاطر هي بتعتمد في الاوبريشن بتاعها على السوليد ستيت فيزيكس او على البي ان جانكشن او على الترانزستور او على الثيري بتاعت السوليد ستيت فيزيكس، يعني الكاريرز والشحنات اللي احنا بنعمل منها الاكتيف ديفايسز كلها على اختلاف انواعها. ففي المايكرويف ريجيون برضه بنقول اكتيف ديفايسز وباسيف ديفايسز، بنقول الاكتيف ديفايسز نقصد بيها السوليد ستيت ديفايسز، بيبقى عندنا دايودز ينفع تستخدم في المايكرويف فريكوانسيز، انواع معينه من الدايودز زي مثلا البي اي ان دايود او مثلا الجان دايود وهكذا، انواع معينه من الدايودز تشتغل بطريقه معينه ممكن تشتغل عند الفريكوانسيز العاليه بتاعه المايكرويف، وانواع معينه من الترانزستورز ممكن تشتغل عند الفريكوانسيز العاليه بتاعه المايكرويف. يبقى اذا المايكرويف ابلكيشنز ليها السوليد ستيت ديفايسز الخاصه بيها، ليها الاكتيف ديفايسز الخاصه بيها، ليها الدايودز بتاعتها، ليها الترانزستورز بتاعتها، ليها الامبليفايرز بتاعتها، ليها الديفايسز الخاصه بيها. كمان في باسيف مايكرويف ديفايسز اللي هي الديفايسز اللي هي مش سوليد ستيت خالص، اللي هي مش بتعتمد على انك انت بتستعمل حاجه شبه الترانزستور ولا البي ان جانكشن ولا كده، ديفايسز ثانيه عاديه خالص بتعمل وظائف باسيف، اللي هي بتعمل عمليه تكبير امبليفيكيشن، ولا هي بتعمل عمليه اوسيليشن مثلا يعني بتولد مثلا موجه، ولا اي حاجه من الحاجات دي خالص، باسيف ديفايس. فالامبيدنس انفرترز والادمتنس انفرترز اللي احنا اخدناهم في المره اللي فاتت كان عباره عن مثال على الباسيف ديفايسز. ولو احنا افتكرنا في التسجيل اللي فات الامبيدنس انفرترز والادمتنس انفرترز اللي احنا اخدناهم، اخدنا في المره اللي فاتت الامبلمنتيشن بتاعهم او اخدنا ازاي بيتعملوا او اخدنا الديزاين بتاعهم. في الديزاين بتاعهم لما كان بيتعمل كله من باسيف كومبوننت، كان
المثال او المساله اللي اخذناها، اخذنا حاجه اسمها تريبل سي، يعني تريبل سيكشن سيركت، يعني ثلاثه كاسكيدد اليمنت مع بعضهم، والثلاثه كاسكيدد اليمنت دول ورا بعضهم كانوا عباره عن ترانسميشن لاين ورياكتيف امبيدنس وترانسميشن لاين تاني. دي كلها عباره عن باسيف كومبوننتس، ما فيهاش اي حاجه بتاخد منك بايسنج، ولا اي حاجه فيها ترانزستور، ولا اي حاجه فيها ديود. فيبقى الامبيدنس انفرتر والادميتنس انفرتر اللي احنا شفنا ازاي بتعمله ديزاين في المره اللي فاتت، كنا بنعمله ديزاين بمجموعه من الباسيف كومبوننتس. فبالشكل ده ممكن يعتبر مثال على باسيف مايكرويف ديفايس. ممكن يكون، ودي حاجه احنا ما دخلناش في تفاصيلها، ممكن تكون الفكره بتاعت الامبيدنس انفرتر ممكن تتعمل باكتيف ديفايس، مفيش حاجه تمنع كده، بس احنا ما دخلناش في التفصيل بتاع الكلام ده. احنا على حسب المثال اللي اخدناه في المره اللي فاتت، الامبيدنس انفرتر والادميتنس انفرتر اللي احنا عملناه بباسيف ديفايس، فيعتبر مثال على باسيف مايكرويف كومبوننت. الباسيف مايكرويف كومبوننت او الباسيف مايكرويف ديفايسز في منها اشكال كتيره وانواع كتيره، نظرا لانك في المايكرويف فريكوانسيز انت مش بس بتتعامل مع سيجنال على انها فولت وكرنت، ممكن تتعامل مع السيجنال على انها فولت وكرنت لو انت مدخل السيجنال من ترانسميشن لاين بورد، والسيجنال بتنتقل داخل الدايره في خلال ترانسميشن لاين كونكشنز، في خلال توصيلات عامله زي ترانسميشن لاين. ولكن ده مش ده دايما بيكون الوضع، ممكن تكون في المايكرويف بتتعامل مع ويف جايد بورد، يعني بتدخل على المايكرويف نتورك بتاعتك ويف، بتدخل الكترومجنتيك ويف على المايكرويف نتورك بتاعتك، ممكن يكون الديفايسز نفسها واصله مع بعضيها جوه النتورك بتاعتك بويف جايد كونكشنز مش ترانسميشن لاين كونكشنز. فالكلام ده ممكن يحصل في المايكرويف سيركتس. فنظرا للتنوع ده، ان انا ممكن تبقى السيجنال بتاعتي الكترومجنتيك ويف بيزيكلي، او ممكن تكون السيجنال بتاعتي فولت وكرنت، نظرا للتنوع ده فبنلاقي الباسيف كومبوننتس في المايكرويف، في مايكرويف فريكونسيز او في المايكرويف رينج، بنلاقي الباسيف كومبوننتس بتبقى فيها فرايتيز كتيره، فيها تنوع كتير. في مثلا نوع من انواع الباسيف كومبوننتس اسمه فيز شيفترز، يعني حاجات كل وظيفتها انها تدي فيز شيفت للموجه اللي انت مدخلها على السيركت ديفايس. الموجه بتخش من طرف تطلع من الطرف الثاني، خدت فيز شيفت مثلا. يعني في حاجات زي اللي هنشوفها النهارده اسمها الدايركشنال كابلرز، هنعرف معناها هنعرف مفهومها، هتبقى اللي هي فكرتها باختصار بسيط جدا انها بتقسم الباور، يعني الويف بتدخل من عند بورد وبتوزع الباور بتاعتها على بورتس تاني ببساطة شديدة جدا، وهكذا. زي ما نشوف خلال المقرر في أنواع كتيرة وأشكال مختلفة للباسيف مايكرويف ديفايس. فيبقى إذا دي أول ملحوظة، أو دي ملحوظة مهمة من ضمن الفروق اللي هي بتميز المايكرويف سيركتس عن اللو فريكونسي سيركتس، إن يعني في المايكرويف سيركتس أو في المايكرويف فريكونسيز بنلاقي الباسيف كومبوننتس كتيرة، بنلاقي فيه فرايتيز كتيرة من الكومبوننتس بسبب إنك أنت بتتعامل مع ويف مش بس مش بس فولت وكرنت. طيب دي النقطة الأولى اللي احنا اتكلمنا فيها النهاردة، اللي هي احنا خلاص بدأنا في الجزء بتاع المايكرويف ديفايسز، وأول مثال أخدناه كان بتاع المرة اللي فاتت بتاع الإمبيدنس إنفرترز والأدميتنس إنفرترز. دي المقدمة اللي أنا حبيت أبدأ بيها النهاردة. طب إيه هي الديفايسز اللي احنا هندرسها؟ هندرس الديفايسز بتاعت النهاردة، بتاعت التسجيل بتاع دلوقت، اللي هي اسمها الهايبرد جانكشنز والدايركشنال كابلرز، ومعاهم حاجة مهمة جدا اسمها الماجيك تي، نوع من انواع الدايركشن كابلرز اسمه الماجيك تي. هندرس الديفايس دي النهارده، وده نوع من انواع الباسيف ديفايسز. يبقى انا بادئ معاك بالايه؟ انا بادئ معاك بالباسيف ديفايسز. التسجيل اللي جاي ان شاء الله هنتكلم فيه على الفيرايت، حاجه اسمها الفيرايت ديفايسز، اللي هي الديفايسز اللي بتستخدم الفيرايت ماتيريال، بتستخدم نوع من انواع المواد اسمه الفيرايت في الاوبريشن بتاعها، ودي برضه تعتبر مثال على باسيف ديفايسز، تعتبر مثال على باسيف ديفايسز. بعد كده هناخد مقدمه على المايكرويف فلترز، الفلترز في المايكرويف، الفلترز في مايكرويف في المايكرويف فريكوينسز بتتعمل ازاي. ولما هنتكلم على الفلترز في مايكرويف هنتكلم عليها برضو كباسيف كومبوننت. وطبعا اكيد الوظيفه بتاعت الفلترنج ممكن تتعمل بباسيف كومبوننت وممكن تتعمل باكتيف كومبوننت او باكتيف سيركت. يعني انت اخدت ان في حاجه اسمها الباسيف فلترز في الدوائر بتاعت اللو فريكوينسي. الباسيف فلترز كانت الفلترز اللي بتتعمل بالمقاومات والمكثفات بس، ما بتتعملش باوبريشنال امبليفاير مثلا. ولكن الاكتف فلترز اللي انت درستها في المعمل بتاع سنه ثالثه كانت بتتعمل باوبريشنال امبليفاير، فممكن استخدم اوبريشنال امبليفاير مع شويه مكثفات شويه مقاومات عشان اعمل اكتف فلتر. فبرضه الفلترنج في مايكرويف فريكونسيز ممكن برضه يتعمل باسيف، ممكن يتعمل اكتف، لكن اللي هنتكلم عليه كباسيف كومبوننت برضه، اه هنتكلم عليه كباسيف سيركت. ففعلا زي ما انت حسيت من كلامي دلوقتي، كلامنا هيبقى على باسيف ديفايسز بس. ليه؟ لان هو ده اللي حصل السنه اللي فاتت، يعني المقرر لما اتاخد السنه اللي فاتت اتاخدت فيه باسيف ديفايسز بس،
وده اللي امتحنوا فيه وده اللي جه في الامتحان. ما كانش فيه وقت ان تتاخد الاكتيف ديفايسز بسبب طبعا بعض الظروف اللي ممكن تعرفها من زمايلك في العام الماضي. طيب فاحنا النهارده بننبه تنبيه ده ان التسجيلات اللي هتنزل ان شاء الله سواء الفرايت او المايكرو فلترز هم الموضوعين اللي فاضلين، موضوع الفرايت وموضوع المايكرو فلترز، ممكن يتعملوا على فيديوهين او ثلاثه على حسب ما يتيسر، وان شاء الله هينزلوا في اقرب فرصه باذن الله. الكام فيديو دول هم هيبقوا اخر حاجه، يعني مش هنتكلم على الاكتيف ديفايسز لان هي ما كانتش موجوده في مقرر العام الماضي. طيب اللي هنتكلم عليه النهارده ايه؟ النهارده هنتكلم على الدايركشنال كابلرز، هنتكلم على حاجه اسمها دايركشن كابلر. هنفهم في الاول يعني ايه كلمه دايركشن كابلر، ونفهم الخصائص الاساسيه للديفايس الجديده دي اللي اسمها دايركشن كابلرز، وبعد كده نبدا نتكلم على السكاترنج ماتريكس بتاعتها. السكاترنج ماتريكس بتاعتها شكلها ازاي، والكلام ده بنعرفه من الديفينيشن. وانا عاوزك تكون اخدت فكره عن الطريقه اللي احنا بنشتغل بيها في الميكروويف، ان احنا دايما لما ناخد اي ديفايس نروح نعرف ايه هي السكاترنج ماتريكس بتاعته. ده يناظر تماما اللي كنت بتعمله في اللو فريكوانسي سيركتس، لما كنت عشان تاخد اي ديفايس لازم تجيب حاجه اسمها التيرمينال موديل بتاعه. يعني زمان في الدراسه بتاعتنا لما كنا بندرس حاجه اسمها اللو فريكوانسي سيركتس، وانا دايما بحب واحنا بنتكلم في الميكرويف فريكوانسيز او في الميكرويف سيركتس برضه نعمل انالوجي، نعمل تناظر مع الكلام اللي كنا بندرسه زمان في اللو فريكوانسي سيركتس. فاللي عايز اقوله ان احنا زمان لما كنا ندرس في اللو فريكوانسي سيركتس كنا بنقول دايما لما يبقى عندك اي ديفايس معين والديفايس ده انت عاوز تتعامل معاه كنت بتحط حاجه اسمها التيرمينال موديل بتاعت الديفايس. يعني ديفايس جديد مثلا انت لسه ما تعرفوش كنت بتحط له حاجه اسمها التيرمينال موديل، والتيرمينال موديل كانت عباره عن ريليشنز بتوين الفولت والكرنت ات الديفايس تيرمينالز، ريليشنز بتوين الفولت والكرنت ات ذا ديفايس تيرمينالز عند اطراف الديفايس. فده اللي كنت بتعمله في اللو فريكوانسي سيركتس، ان احنا معانا مثلا ديفايس اول مره نشوفه كنا بنحط حاجه اسمها التيرمينال موديل، يعني بنشوف التيرمينال بيهيفير بتاعه، بنشوف العلاقات اللي بتربط ما بين الفولت والكرنت عند الاطراف بتاعه الديفايس، ودي بنسميها الموديل بتاع الديفايس. فابسط صوره مثلا حاجه زي المقاومه مثلا، كنا بنحط علاقه بين الفولت على طرفين المقاومه اللي بنسميه في، بنعمل ديفينيشن الفولت بالبولاريتي بتاعته، ديفينيشن الكرنت بالدايركشن بتاعه، ونحط موديل المقاومه، زي المقاومه تتصرف بين الطرفين بتوعها، اللي هو الموديل المشهور بتاع اوم اللي هو قانون اوم اللي بيقول لك ان الفي بتساوي الاي مضروبه في الار، الموديل المعروف اللي هو القانون بتاع اوم. انا عايز اقول نفس الكلام ده بيحصل بالظبط في المايكرويف فريكوانسيز، يعني نفس الكلام بيحصل تماما في المايكرويف سيركتس او في المايكرويف فريكوانسيز. ازاي؟ ان احنا بدل ما نمسك كل طرف من اطراف الديفايس ونحط عنده موديل يربط ما بين الفولت والكرنت، احنا بنجيب السكاترنج ماتريكس او بنديفاين السكاترنج ماتريكس، وده يكفي تماما. انت عارف انك عشان توصف الميكروويف نتورك ممكن تستعمل السكاترنج ماتريكس، الاس ماتريكس، ممكن تستعمل الزيت ماتريكس، ممكن تستعمل الواي ماتريكس. مثلا الكلام اللي كنا بنعمله زمان لما نكتب ان الفي بتساوي اي ار، في الواقع في بتساوي اي ار دي ما هي الا الامبيدنس ماتريكس بتاعت المقاومه دي، ببساطه هي عباره عن الامبيدنس ماتريكس بتاعت المقاومه اللي هي في بتساوي الاي في الار، لانها بتربط ما بين الفي والاي بامبيدنس بارامتر اللي هو المقاومه ار، والنتورك بتاعت المقاومه دي عباره عن 1 بورت نتورك، فما فيهاش غير بارامتر واحد اللي هو الار، 1 بورت نتورك ما فيهاش غير بارامتر واحد اللي هو الار ده. طبعا ممكن تعمل نتوركس في لو فريكوانسي مالتيبل بورتس وتحسب لها امبيدنس ماتريكس عادي زي ما بنعمل في الموديل بتاع الميكرويف نتورك بالظبط. فلما اقول لك احنا هناخد ديفايس جديد هتلاقيني دايما لما احكي معاك على ديفايس جديد بقول لك هنشوف شكل السكاترنج ماتريكس بتاعته. ليه؟ ده يناظر تماما انك بتكتب قدامي مقاومه وبتقول لي الفي بيساوي اي ار اللي هو موديل المقاومه، او بتحط قدامي مثلا مقاومه متوصله مع ملف وتعرف الامبيدنس بتاعتها اللي هتبقى عباره عن رياكتيف امبيدنس، وبتقول لي الموديل بتاعها برضو ان الفي بتساوي الزد مضروبه في الاي وهكذا. هو نفس الكلام بالظبط. فبدل ما كنا بنعمل كده في اللو فريكوانسي سيركتس احنا بنيجي في المايكرويف فريكوانسيز بنحسب السكاترنج ماتريكس، او بنشوف السكاترنج ماتريكس المفروض يكون شكلها ازاي. المفروض يكون شكلها ازاي دي زي بالظبط كانك كتبت معادله عامله كده، او كانك كتبت معادله عامله كده. ده معنى كلمه انك تشوف السكاترنج ماتريكس شكلها ازاي بالنسبه للديفايس الجديد اللي انت بتتعرف عليه في المايكرويف سيركتس. فدي من ضمن الحاجات اللي هنعملها النهارده، هنشوف السكاترنج ماتريكس بتاع الدايركشن كابلر شكلها ازاي. فكده هناخد مثال على الدايركشن كابلر، حاجه اسمها الماجيك تي وحاجه اسمها الهايبرد رينج.
حاجه اسمها الماجيك تي والهايبر درينك. بعد كده هنبدا نتكلم على انواع معينه من دايركشن كابلر، حاجه اسمها البرانشد لاين دايركشن كابلر وحاجه اسمها الكابلد لاين دايركشن كابلر، ونشوف ازاي هما الاثنين يتعمل لهم ديزاين باستخدام الاستيرب لاين ترانسميشن لاين والمايكرو ستيرب لاين ترانسميشن لاين. يعني البرانشد لاين دايركشن كابلر والكابلد لاين دايركشن كابلر دول دايركشن كابلرز بس بيتعملوا بترانسميشن لاين. ترانسميشن لاين نوعه ايه؟ نوعه مايكرو ستريب ترانسميشن لاين او نوعه ستريب ترانسميشن لاين. هنشوف ازاي تعمل لهم ديزاين بمايكرو ستريب لاين او ديزاين بستريب ترانسميشن لاين. ده اللي احنا هنتعرف عليه النهارده ان شاء الله. هنبدا في النقطه اللي بنقول فيها ان احنا نعرف في الاول يعني ايه كلمه دايركشن كابلر، وعايزين نعرف الفكره الاساسيه بتاع دايركشن كابلر. الفكره الاساسيه اللي هي فكره الباور ديفيجن، الباور ديفيجن امونج بورد. دي الفكره الاساسيه بتاع دايركشن كابلر، ان احنا بنعمل عمليه ديفيجن للباور ما بين البوردز وبعضها. طيب ايه حكايه الديفيجن للباور وبين البوردز وبعضها؟ يعني فهمنا احكايه الديفيجن للباور بين البوردز وبعضها. اول حاجه الدايركشن كابلرز كديفايسز، دايركشن كابلرز عباره عن اربعه بورت نتورك. دايركشن كابلرز تبقى عباره عن اربعه بورت نتورك. في حاجه شبه الدايركشن كابلرز اسمها الباور ديفايدرز، بتبقى عباره عن ثلاثه بورت نتورك. سواء الدايركشن كابلر او الباور ديفايدرز هم وظيفتهم ان هم يقسموا الباور مش اكتر من كده. سواء الدايركشن كابلر اللي بيكون اربعه بورت او الباور ديفايدر اللي بيكون ثلاثه بورت، كل وظيفتهم ان هم ياخدوا انبوت باور من اي بورت من البورتس بتاعتهم ويعملوا لها عمليه ديفيجن. يعني ايه عمليه ديفيجن؟ يعني يوزعوا الباور مش اكتر من كده. فيبقى هو باختصار عباره عن اربعه بورت نتورك او ثلاثه بورت نتورك، الباور بتدخل من بورت من البورتس وتتوزع. بس اكيد الباور ديفايدر اللي هو الثلاثه بورت مختلف شويه عن الدايركشن كابلر اللي هو اربعه بورت. مختلف في ايه؟ مختلف في ان انت لو كان عندك 3 بورت نتورك، تعالى نرسم 3 بورت نتورك بشكل معين، يبقى عندنا مثلا 3 بورت نتورك ممكن نمثلها كده، ونقول ادي بورت للنتورك، وادي بورت للنتورك، وادي بورت للنتورك. دي البورت رقم 1، ودي البورت رقم 2، ودي البورت رقم 3. بيعمل ايه الباور ديفايدر؟ الباور ديفايدر لو دخلت البورت الباور مثلا من البورت 1، كل اللي بيحصل ان نص الباور هيروح مثلا لبورت 3 ونص الباور هيروح مثلا لبورت 2 كده باختصار. ولو دخلت الباور من بورت 2 نص الباور يروح لبورت 3 ونصها يروح لبورت 1. ولو دخلت الباور من بورت 3 نصها يروح لبورت 1 ونصها يروح لبورت 2. ده الباور ديفايدر. ممكن يكون الباور ديفايدر بيشتغل في 3 دايركشن بالشكل ده، يعني بياخد الباور اللي هي من بورت 1 بيوزعها فعلا على البورتين التانيين وبيعمل كده من كل بورت. ممكن يكون بيعمل كده من بورت واحده بس، يعني لازم الباور تخش من 1 عشان تروح نصها يروح لـ3 ونصها يروح لـ2. ومش شرط الباور ديفايدر يكون بيقسم الباور بالنص، مش لازم. ممكن الباور ديفايدر ياخد حته كبيره جدا من الباور يوديها لبورت 2، ويودي حته قليله خالص من الباور يوديها لبورت 3، مفيش مشكله. وان كان اللي بيحصل كتير جدا في الابلكيشنز ان الباور ديفايدر لما بيقسم الباور في الغالب بنعمل ديزاين بحيث يقسم الباور بالتساوي. يبقى دي الفكره بتاعت الباور ديفايدر، ان انت بتدي له انبوت باور من عند بورت من البورتس وياخدها يوزعها على البورتين التانيين. ممكن يوزعها بالتساوي، ممكن يدي باور كبيره لبورت على حساب بورت تاني، ممكن يدي كل الباور لبورت وما يديش اي حاجه لبورت التانيه. ممكن يكون بيعمل الوظيفه دي سواء دخلت له الباور من اي حته، وممكن تكون الباور لازم تدخل من بورت معينه عشان خاطر يقسمها ويوزعها على الباقيين. دي الفكره بتاعت الباور ديفايدر اللي هو بيكون عباره عن 3 بورت نتورك. طيب امال الدايركشن كابلر بيبقى عباره عن ايه؟ لا، الدايركشن كابلر بيبقى عباره عن 4 بورت نتورك. يعني بيبقى عندي بورت 2 3 4. والرسمه دي مجرد رسمه تعبيريه، ما هياش الرمز بتاع الدايركشن كابلر في السيركت. الرمز بتاع الدايركشن كابلر في السيركت حالا نكتبه واحنا شغالين ان شاء الله، يعني حالا هنشوف شكل السيمبل بتاعه او شكل الرمز بتاعه في السيركت بيكون عامل ازاي. طيب الدايركشن كابلر بيبقى 4 بورت زي ما قلنا، 1 2 3 4، 4 بورت. طب ايه وظيفه الدايركشن كابلر؟ هل بياخد الباور اللي داخله مثلا من بورت 1 ويروح مثلا مقسمها بالتساوي على الثلاثه بورت؟ لا، الدايركشن كابلر مش بيعمل كده. امال بيعمل ايه؟ الدايركشن كابلر بياخد الباور اللي جايه من بورت 1 وبيقسمها ما بين بورتين 2 بس، وما بيبعدش اي حاجه لبورت اخيره. يعني الباور اللي داخله من بورت 1 جزء منها مثلا هيروح لبورت 2 وجزء منها هيروح لبورت 3، اما بورت 4 فمش هيروح لها اي حاجه خالص. ده الفكره بتاعت الدايركشن كابلر. فهو بياخد الباور اللي جايه من بورت بتاعت من البورتس من بورت 1 مثلا ويديها لبورت 2 وبورت 3، يقسمها بشكل معين. ممكن يدي جزء كبير جدا لبورت 2 وجزء قليل لبورت 3، ممكن يوزع الباور بالتساوي ما بين بورت 2 وبين بورت 3، ممكن يوزعها بالتساوي بين بورت 2 وبورت 3،
وممكن يدي اغلب الباور مثلا لبورت 2 وما يديش حاجه خالص لبورت 3. تمام. المهم ان في بورت معزوله اللي هي البورت رقم 4. بورت رقم 4 مش هيطلع عليها اي باور خالص، مش هيطلع عليها اي سيجنال خالص. تمام. طب السؤال اللي سالناه في الباور ديفايدر عايزين نساله تاني في الدايركشن كابلر، اللي هو السؤال اللي بيقول هل الكلام ده يحصل سواء كانت الباور داخله من اي بورت. هو احنا في الديفينيشن بتاع دايركشن كابلر مش بنقول كده، يعني مش بنقول الباور لو دخلت من اي بورت هتوزع ما بين اثنين وتتعزل عن الثالثه، في الديفينيشن مش بنقول كده. بس لما نعمل اناليسيس للدايركشنال كابلر هيبان في الاناليسيس بتاعنا ان ده فعلا هيتحقق. يعني مجرد ما تحقق الوظيفه دي في بورت من البورتس بتاعه الدايركشنال كابلر هتلاقيها اتحققت في باقي البورتس بتاعه الدايركشنال كابلر. ده الكلام اللي هيتضح واحنا بنناقش الدايركشنال كابلر والسكاترنج ماتريكس بتاعته. مجرد ما تقدر تقول انك انت دخلت الباور من بورت واحد والباور كلها اتقسمت من بورت 2 و3 وبورت 4 بقت معزوله عن بورت واحد ما راحلهاش اي حاجه، هتقدر تشوف في الدايركشن كابلر ان الكلام ده هيتحقق لجميع البورتس. يعني الباور اللي دخلت من بورت 4 هتتوزع على 2 و3 مش هتروح لواحد، والباور اللي دخلت من بورت 2 هتتوزع على حاجتين 2 برضه ومش هتروح لبورت ثانيه، هتعاوز توزع على 4 و1 مش هتروح لتلاتة، وهكذا باستمرار زي ما نشوف واحنا بنعمل اناليزيس وبنستنتج السكاترنج ماتريكس بتاعه الدايركشنال كابلر. قبل ما اكمل في الدايركشنال كابلر اكمل تاني، عايز اقول ملحوظتين مهمين جدا، عايز اقول ملحوظتين مهمين جدا اللي هم الملحوظتين المكتوبين هنا، مكتوبين في السلايد دي، اللي هم الملحوظه رقم 4 والملحوظه رقم 5. ملحوظتين مهمين جدا. الملحوظه رقم 4 ورقم 5 بيقولوا ايه؟ اول حاجه الملحوظه رقم 4 احنا قلناها ان الباور ممكن تتقسم بالتساوي او مش بالتساوي، والجزء اللي عايز اضيفه انها ممكن تاخد في الشيفت او ما تاخدش في الشيفت. ده الجزء اللي عايز اضيفه. يعني ايه كلمه تاخد في الشيفت او ما تاخدش في الشيفت؟ يعني مثلا لما كنا بنتكلم على الباور ديفايدر اللي هو 3 بورت، كنا بنقول الباور داخله من بورت واحد وهتتوزع ما بين بورت 3، داخله من بورت 1 توزع بين بورت 3 وبورت 2. لما قلت توزع مش معنى كده ان السيجنال لازم تطلع عند بورت 3 بنفس الفيز اللي دخلت بيه عند بورت 1 مثلا من غير ما تاخد فيز ديلي، ومش لازم تكون السيجنال طالع من بورت 3 نفس الفيز بتاع بورت 2. ممكن صحيح تبقى الباور متساويه، يعني دخلت من هنا مثلا باور انبوت، طلع من هنا مثلا نص الباور اللي هو البي انبوت على 2، طلع من هنا مثلا نص الباور بي انبوت على 2. مش شرط يكون الفيز بتاع السيجنال اللي طلع عند بورت 3 هو الفيز بتاع السيجنال اللي طلع عند بورت 2، مش لازم. ممكن يكون في بينهم هما الاثنين فيز شيفت، مفيش اي مشكله خالص، ودي حاجه ممكن تحصل في الديزاين. فلما كنت بتكلم على تقسيم الباور كنت بتكلم على تقسيم الماجنيتيود بتاع الباور. اما الفيز بتاع الباور فممكن يبقى فيه اختلاف، ممكن يبقى فيه اختلاف في الفيز بتاع الباور. كذلك نفس الكلام يتقال في الدايركشن كابلر، يعني الباور اللي طلع من عند بورت 2 والباور طلع من عند بورت 3 اللي هما تقسموا من الانبوت اللي داخل من عند بورت واحد، مش لازم الاثنين باور دول يكونوا هما الاثنين ليهم نفس الفيز، مش شرط، ممكن يكونوا هما الاثنين مختلفين في الفيز شيفت، مفيش أي مشكلة خالص يكونوا مختلفين في الفيز بتاعهم، يعني يبقى الفيز بتاعهم مختلف، ممكن يكون في ما بينهم هما الاثنين فيز شيفت 90 درجة، ممكن يكون في بينهم فيز شيفت 180، ممكن يكون في بينهم هما الاثنين جنرال فيز شيفت، أي فيز شيفت، ونكون احنا في الديزاين ما بنعملش ده لأنه مش مفيد، يعني مش مفيد إنك تحط فيز شيفت عشوائي بين الباور طالع عند بورت 2 وبورت 3، احنا في الواقع في العملي في الديزاين بنفضل فيز شيفت معين بين الباور طالع عند 2 و3، فيز شيفت 90 أو فيز شيفت 180، ده بيبقى مفيد في الأبلكيشنز بتاعتنا. تمام. فدي اول حاجه، يبقى الباور بتتقسم بين البورتس بس مش شرط تطلع بنفس الفيز، ممكن يكون في منها فيز شيفت عادي. ده ما يغيرش المبدا بتاعنا ان الديفايس ده شغال كباور ديفايدر لو كان 3 بورت، او شغال كدايركشنال كابلر لو كان 4 بورت. دي اول ملحوظه عايز اقولها. الملحوظه الثانيه عايز اقولها الرياليزيشن، يعني الامبلمنتيشن بتاع الكلام ده مش شرط يكون بيتعمل بوف جايد، ممكن يكون يتعمل بترانسميشن لاين، ممكن يكون يتعمل بوف جايد جانكشن. ازاي؟ يعني انا بقول لك الباور بتخش من عند بورت واحد وتقسم عند بورت 2 و3، الباور اللي داخله دي شكلها ايه؟ داخله من ترانسميشن لاين بورت ولا داخله من ويف جايد بورت؟ ما احنا اتفقنا ان البورت نفسها بتاعت الانبوتس بتاعت الميكرويف سيركت بتاعتي ممكن تكون ترانسميشن لاين، ممكن تكون ويف جايد. والله ده ممكن وده ممكن، يعني ممكن نعمل نتورك ونتورك دي تبقى عباره عن ترانسميشن لاينز متوصله ببعضيها، وتبقى النتورك دي شغاله كباور ديفايدر او شغاله كدايركشنال كابلر معموله بالترانسميشن لاين، يبقى السيجنال هتخش كترانسميشن لاين سيجنال كفولتج وكرنت. السيجنال اللي انت بتعمل بيها اكسايتيشن للنتورك اللي بتدخلها على النتورك هتخش على النتورك كفولتج وكرنت من ترانسميشن لاين بورت وتتوزع،
تتوزع سواء في الباور ديفايدر او الدايركشنال كوبلر بتاعك، يبقى ساعتها الامبلمنتيشن اللي هو التطبيق العملي للديفايس هيتعمل بترانسميشن لاين امبلمنتيشن. ممكن الامبلمنتيشن بتاع الدايركشنال كوبلر او الباور ديفايدر يتعمل بوف جايد، ممكن يتعمل بوف جايد، يعني يبقى البورت نفسها اللي بتخش منها الباور، الباور بتخش في شكل ويف، ويف الكترومغنيتيك ويف هي اللي بتخش من عند الويف جايد بورت، وهي اللي بتتقسم تتوزع ما بين البورتس التانيه. لحد هنا لازم نبدا نشوف نتفرج على شكله، يعني نبدا نشوف شكله عامل ازاي. ونختم بملحوظه مهمه ان احنا مش هندرس بالتفصيل في المقرر بتاعنا الدايركت الباور ديفايدرز. الباور ديفايدرز اللي هي بتكون 3 بورت، ما احنا مهتمين بايه؟ احنا مهتمين بالدايركشنال كابلرز اللي هي بتكون 4 بورت، اللي هي الموضوع بتاعنا النهارده. الدايركشنال كابلرز اللي هم 4 بورت، ده اللي هو الموضوع بتاعنا في النهارده. طب عايزين نشوف شكله بقى زي ما قلنا، يعني لحد هنا لازم نشوف شكله. شكله يبقى عامل ازاي؟ يبقى عامل زي كده مثلا، شكل الباور ديفايدر والدايركشنال كابلر تبقى حاجه عامله زي كده. اللي موجودين من فوق دول امثله على الباور ديفايدر، دول عباره عن 3 بورت ديفايسز او 3 بورت نتورك، واللي موجودين تحت دول امثله على الدايركشن كابلر لانهم كلهم عباره عن 4 بورت ديفايسز. اللي موجودين فوق دول مثلا لما نيجي نتفرج عليهم، الاولاني ده مثلا عباره عن ويف جايد باور ديفايدر، والباور ديفايدر ده عباره عن 3 بورت، في بورت هنا ممكن نسميها بورت 1، بورت هنا ممكن نسميها بورت 2، بورت هنا ممكن نسميها بورت 3. كل بورت من دول عباره عن ريكتانجولار ويف جايد. الريكتانجولار ويف جايد يبقى دي عباره عن نتورك، ونتورك دي 3 بورت، دي تشتغل كباور ديفايدر، تشتغل كباور ديفايدر. ممكن تخش البورت من تخش الباور من بورت من بورت واحد مثلا، زي ما مرسوم قدامنا، قدامنا رسم لنا الويف داخله مثلا من بورت واحد وتتوزع على بورت 2 وبورت 3، جزء منها يروح بورت 2 جزء منها يروح بورت 3. يبقى ده البرنسبل بتاع الباور ديفايدر اللي هو 3 بورت، بس اتعمل له امبلمنتيشن بوف جايد، ريكتانجولار ويف جايد. طيب واللي جنبيها؟ اللي جنبيها زيها برضه، بس الريكتانجل اوف جايدز متوصله بشكل مختلف، متوصله بطريقه مختلفه شويه. برضه ممكن يبقى عندي سيجنال، والسيجنال اللي داخله من البورت دي سميها مثلا بورت واحد، نصها راح عند بورت 2 والنص الثاني راح عند بورت 3. فاللي بيطلع من عند بورت 2 وبورت 3 ممكن يبقى ليه نفس الفيز، ممكن يبقى بينهم هما الاثنين فيز شيفت. فده عباره عن مثال ثاني على نتورك شغاله كباور ديفايدر. طب هذا الباور ديفايدر عشان يتعمل لازم يكون واخد الشكل بتاع الوف جايد ده؟ لا مش لازم، ممكن يتعمل بترانسميشن لاين زي المثال الثالث ده. المثال الثالث ده عندي باور ديفايدر بس معمول بترانسميشن لاين، ادي البورتس بتاعته، دي البورت رقم 1 ودي البورت رقم 2 ودي البورت رقم 3. والنوع ده من الترانسميشن لاين اللي احنا عارفينه اللي اسمه مايكرو ستريب ترانسميشن لاين، اسمه مايكرو ستريب ترانسميشن لاين. لو ترانسميشن لاين اللي بيتعمل بالشكل التالي، بيبقى عندك داي الكتريك، ده اسمه داي الكتريك، والداي الكتريك ده مثلا الداي الكتريك كونستانت بتاعه ايبسلون ار، والجزء اللي فوق ده عباره عن ميتال، ومن تحت بيبقى فيه كمان في الداي الكتريك بيبقى فيه جراوند بلين، بيبقى فيه كوندكتور، بيبقى فيه كوندكتور او جراوند بلين، تمام؟ فده اسمه مايكرو ستريب ترانسميشن لاين. الباور هتخش من عند بورت واحد، ونص الباور يروح عند بورت 2 ونص الباور يروح عند بورت 3 ببساطه. يبقى كده عملنا نفس البرنسبل بتاع الباور ديفايدر اللي هو 3 بورت، عملنا له امبلمنتيشن، بس عملنا له امبلمنتيشن بترانسميشن لاين. ترانسميشن لاين نوعه ايه؟ مايكرو ستريب ترانسميشن لاين. ممكن يتعمل بكواكسيال ترانسميشن لاين على فكره، ممكن يتعمل بتو واير ترانسميشن لاين، ممكن يتعمل بستريب ترانسميشن لاين، ممكن يتعمل بانواع مختلفه من ترانسميشن لاينز. ولكن في ترانسميشن لاينز بتكون مفضله في الابلكيشنز بتاعت الميكرويف عن غيرها، ترانسميشن لاينز مفضله في ابلكيشن مايكرويف عن غيرها. مثلا ابلكيشن مايكرويف عمرنا ما بنستخدم خالص تو واير ترانسميشن لاين، ما ينفعش، ما ينفعش معانا التو واير ترانسميشن لاين، مش كويس ابدا وخصائصه وحشه في المايكرويف ابلكيشنز. بنستخدم احيانا الكواكسيال، احيانا المايكرو ستريب، كل حاجه ليها استخداماتها طبعا. المايكرو ستريب احيانا الستريب لاين، الحاجات اللي زي كده لما بتتعمل بتتعمل في الغالب دايما بمايكرو ستريب وستريب لاين. ليه؟ اشمعنى؟ لانها ممكن تتعمل على بي سي بي، ممكن تتعمل على بي سي بي برنتد سيركت بورد، تمام؟ ممكن تعمل في انتجريتد سيركت، يعني ممكن يبقى عندك انتجريتد سيركت، جوه الانتجريتد سيركت محطوط جواها باور ديفايدر، محطوط جواها باور ديفايدر معمول بستريب لاين او معمول بمايكرو ستريب لاين. فدي ميزه الستريب والمايكرو ستريب لاينز في الابلكيشنز، ان هي بتتعمل ديزاين على برنتد سيركت بورد، وممكن تتحط كجزء من انتجريتد سيركتس، وممكن بالتالي تخلينا نقدر نعمل مايكرويف انتجريتد سيركتس. طيب هنا في سؤال مهم، مين قال ان احنا لما نوصل الوف جايدز مثلا بالشكل اللي هو هنا، او نوصل الوف جايدز بالشكل اللي هو هنا، هتشتغل السيركت فعلا كباور ديفايدر؟ مين قال؟
ما في احتمال مثلا يحصل ان ندخل الباور من عند بورت واحد وما يحصلش حاجة، يعني الباور ولا تروح عند بورت اتنين ولا تروح عند بورت تلاتة، ممكن مثلا يحصلها ريفليكشن كلها عند بورت واحد مثلا، تنعكس كلها عند بورت واحد. ليه لأ؟ ما دي حاجة ممكن تحصل. ليه لأ؟ ممكن الباور مثلا تخش من عند بورت واحد وكلها تفقد، كلها تروح في اللوسز، اللوسز بتاعت الوف جايد، ما يطلعش اي حاجة عند بورت اتنين ولا يطلع اي حاجة عند بورت تلاتة. مين قال لنا برضو ان في الترانسميشن لاين ده او في الشكل ده من التوصيله من الكونكشن، مين قال ان الباور لما تخش من عند بورت واحد هتروح عند بورت اتنين وبورت تلاته؟ ما يمكن ترفلكت كلها عند بورت واحد ولا تضيع كلها في اللوسز ولا يحصل اي حاجه تاني احنا ما نعرفهاش. مين قال الباور لازم تطلع عند بورت اتنين وتلاته؟ ممكن يحصل لها راديشن. يعني راديشن يعني ممكن مثلا يحصل راديشن الباور من الحته دي مثلا، والباور ما توصلش بورت اتنين وما توصلش بورت تلاته، ولا تقدر تستقبلها عند اتنين ولا تقدر تستقبلها عند تلاته. طبعا اجابه سؤال زي ده بتبقى ان احنا نعمل ديزاين مفصل للاستراكشر، الاستراكشر نفسها. يعني ناخد الاستراكشر دي نعتبرها كمساله مجالات، مساله مجالات، نقول كمساله مجالات لو دخلنا ويف عند الكونكشن بتاعت الويف جايدز دي من عند بورت واحد، نحل كمساله مجالات نشوف هيحصل ايه. نعمل حاجه اسمها فيلد اناليسيس. فيلد اناليسيس يعني نحسب الفيلد بقى ونحل المساله دي كمساله مجالات ونعرف هيحصل ايه في الاستراكشر بالظبط كمساله مجالات. ودي حاجه في منتهى التعقيد في المايكرويف ديفايسز. انت من دراستك السابقه عارف كويس جدا ان الاناليسيس بتاع الالكترومغنيتيك كومبوننت مش سهل، بسبب ان حل معادلات ماكسويل في كتير من الاستراكشرز مبقاش بسيط، مبقاش سهل. حاجه مثلا زي مثال الوف جايد مثلا، الريكتانجل اوف جايد والسيركل اوف جايد اللي احنا درسناهم زمان، مع انها استراكشر بسيطه لان السوليوشن بتاعها والفيلد جواها ما كانش على بساطه الاستراكشر نفسها. كذلك الكافيتي اللي احنا درسناها في سنه تانية، مع انها استراكشر بسيطه لان السوليوشن بتاعها ما كانش بسيط زي ما الاستراكشر نفسها بسيطه. لما تبدا طبعا تبدا تعمل كونكشنز غريبه زي كده، تبدا تحط ووف جايدز مع بعضيها، والووف جايدز انت حاططها مع بعضيها دي عايز تعمل اناليسيس للفيلد اللي جواها عشان تعرف الفيلد في النهايه شكله ازاي والووف هيحصل لها ايه. المساله طبعا بتتعقد جدا لما تيجي تحلها بالمعادلات بتاعت ماكسويل، فبتبقى صعبه للغايه انك تحلها بالمعادلات بتاعت ماكسويل. كذلك الترانسميشن لاين اللي احنا رسمينه الناحيه الثانيه هنضطر نعمل له فيلد اناليسيس، هنضطر نعمل له فيلد اناليسيس ونشوف بيحصل ايه للويف لما تيجي تخش على الترانسميشن لاين من بورت واحد. يعني نفرض ان احنا دخلنا فولت وكرنت من عند بورت واحد ونحاول نستنتج المجال، نحاول نستنتج المجال حوالين السلك ده شكله ازاي، او المجال حوالين المايكروستريب لاين اللي عندنا ده اللي متعلم عليه بالاخضر ده، يبقى المجال حواليه شكله ازاي، الويف اللي بتتولد حواليه شكلها ازاي، هل فعلا الويف هتخش من عند بورت واحد يحصل لها بروباجيشن وجزء منها يروح عند اتنين وجزء يروح عند تلاته زي ما احنا عاوزين يحصل ولا لا. وبرضه من دراستك في الفيلد انت عارف كويس جدا ان عشان تجيب الفيلد حوالين الترانسميشن لاين دي حاجه مش سهله، بالذات لما الشكل بتاعه يتعقد زي ما احنا شايفين قدامنا. ولذلك من النادر ان اي حد يعمل فيلد اناليسيس للاستراكشرز دي، دي حاجه نادره، من النادر ان حد يعمل فيلد اناليسيس للاستراكشر دي. امال بنعمل ايه؟ مش بنعمل فيلد اناليسيس، بنعمل حاجه اسمها انتويتيف اناليسيس، بنعمل حاجه اسمها انتويتيف اناليسيس، يعني اناليسيس بالانسبكشن. نعمل حاجه اسمها انتويتيف intuitive analysis. يعني intuitive analysis يعني analysis بالانسبكشن، يعني بنعمل analysis بسيط نبدأ نحاول نتوقع فيه الديفايس هيشتغل ازاي بالتفكير المنطقي، بالتفكير اللي هو فيه intuition، بالتفكير البدهي، بالحاجات البدهية. نبدأ نستخدم حاجات كده بدهية، حاجات منطقية تخلينا نقدر نتوقع الديفايس هيشتغل ازاي. طب هل التفكير الانتويتيف ده هل يغنينا خالص عن ان احنا نعمل فيلد اناليسيس للاستراكشرز دي؟ اكيد ما يغنيناش، لازم نعمل فيلد اناليسيس مفصل ونحل المسائل دي، نحل الديفايسز دي كمساله مجالات ونعرف في النهايه الفيلد جواها شكله ازاي. بس ما زلنا في مشكله ان الكلام ده معقد، طب نعمله ازاي؟ من هنا ظهرت البرامج بتاعت الكمبيوتر اللي بتحل مسائل المجالات، اللي هي الفكره بتاعت ان احنا نستخدم الكمبيوتر طبعا عشان نحل. يعني من ساعه ما المشاكل دي بدات تظهر في تطبيقات الالكترومغنيتكس، من ساعه ما بدا يحصل بروجريس بدا يحصل تطوير كتير جدا في الكاد تولز، الكاد تولز اللي هي الكمبيوتر ايدد ديزاين تولز، الكاد تولز. ونبدا نستخدم الكمبيوتر بقى عشان خاطر نعمل ديزاين، يعني نعمل موديل زي ده، نعمل موديل زي ده، نعمل ويف جايد بالشكل اللي شايفينه قدامنا ده، ونخلي الكمبيوتر هو اللي يحل معادلات ماكسويل التفاضليه في الصورة التفاضلية بتاعتها،
او يحل معادله ماكسويل في الصوره التكامليه بتاعتها، المهم يحل معادله ماكسويل وخلاص، سواء في الصوره التفاضليه او التكامليه، المهم يطلع الفيلد، يطلع الفيلد ويقول لنا الفيلد جوه الديفايس هيبقى شكله ازاي. وده فعلا اللي بيتعمل في التطبيقات بتاعت الالكترومغنتكس حاليا. ليه؟ تطبيقات الالكترومغنتكس حاليا احنا مش بنستخدم ديفايسز بالشكل البسيط اللي قدامنا ده، يعني حتى مش بنستخدم ديفايسز معروفه. انت ممكن تبقى قاعد في البيت وتفكر تعمل ديفايس جديد، انت كطالب يعني عايز تعمل ديفايس جديد، عايز تعمل باور ديفايدر جديد. يعني مثلا انت مش عاجبك شكل الترانسميشن لاين اللي احنا رسمينه هنا ده، الترانسميشن لاين احنا رسمينه هنا ده اللي هو شغال كباور ديفايدر، سلك منهم او كونكشن منهم واخده شكل عدل زي ما احنا شايفين، والشكل التاني ده عامل زي يكون قوس متقوس. ممكن انت مش عاجبك انت الشكل بتاع القوس، عايز تعمل واحد تاني يكون شكله كده وبعد كده واخد شكل مستقيم كده عامل زي المثلث، بينفرج زي المثلث. افرض مثلا واحد تاني عاوز يعمل كده، تمام؟ لو حد تاني مثلا عاوز يعمل كده، يبقى هل مثلا هيمسك كل استراكشر جديده تخطر ببال بني ادم نقعد نعملها اناليسيس بالمعادلات؟ الكلام ده مستحيل. ومن هنا بيجي دور البرامج اللي بتقعد تحل مسائل الفيلد اللي بالشكل ده وتحلها بسرعه جدا، لان الحاجات اللي قدامنا دي بسيطه، وحتى الحاجه اللي تخطر بالك في البيت تكون برضه بسيطه، بسيطه على البرنامج يعني. فبيحل الكلام ده وبيقدر يجيب لك شكل الفيلد جوه ازاي، واحنا بنحتاج شكل الفيلد جوه عشان نتاكد ان الديزاين بتاعنا شغال مظبوط. لكن في الدراسه بتاعتنا اللي هو قبل ما نحط المساله على الكمبيوتر او واحنا بندرس دراسه زي كده، نقدر نعمل اللي احنا سميناه ايه؟ اللي احنا سميناه الانتويتيف اناليسيس اللي هيساعدنا. طبعا اللي فوق دول كلهم كانوا ثلاث أمثلة على الباور ديفايدر، اللي تحت دول عبارة عن ثلاث أمثلة على الدايركشنال كابلر. فاللي تحت دول كلهم عبارة عن إيه؟ عبارة عن دايركشنال، عبارة عن دايركشنال كابلرز. اللي تحت دول كلهم عبارة عن أمثلة على دايركشنال كابلرز. طبعا دايركشنال كابلر أربعة بورت، يعني مثلا بالويف جايد عندنا أدي بورت وأدي مثلا اتنين مثلا يعني، وأدي بورت ثلاثة وأدي بورت أربعة، تمام؟ أربعة بورت. وزي ما عرفنا هنا هنا الباور هتخش كويف كالكترومغنتيك ويف وتوزع على البورس بالطريقه اللي قلناها. جزء من الباور مثلا اللي داخله من عند واحد، جزء منها هتخش كويف، جزء منها يروح عند بورت اثنين، وجزء يروح عند بورت ثلاثه. بورت اربعه مثلا مش هتاخد منك اي باور خالص، تمام؟ وهكذا. برضو هنكتشف ان احنا لو حققنا الكونديشن ده هنلاقيه بيتحقق لكل البورتس بقى، يعني لو دخلت من عند ثلاثة جزء مثلا هيروح لأربعة وواحد، مفيش حاجة تروح لاثنين مثلا يعني. لو دخلت من عند أربعة جزء هيروح لاثنين وثلاثة، مفيش حاجة تروح لواحد، وهكذا. فده شكل دايركشن كابلر معمول بالوف جايد، والشكل ده مهم جدا وبيجي في امتحان وديفايس في منتهى الأهمية وهنعوزه كتير، واسمه الماجيك تي. اسمه الماجيك تي وبيجي كتير دايما في الامتحان وهنتعرف على دراسته بعد قليل. الناحية اللي جنبيه نفس الفكرة بتاعت الدايركشن كابلرز بس معمولة بترانسميشن لاين، برضه معمولة بالمايكرو ستريب لاين أو بالستريب لاين. ممكن تعملها بالستريب أو بالمايكرو ستريب، وهنعرف الفرق بين الستريب والمايكرو ستريب لما نيجي نتكلم على الجزء ده. فبرضه عبارة عن أربعة بورت ديفايس، قول مثلا دي بورت واحد ودي بورت اتنين ودي بورت تلاتة ودي بورت أربعة. برضه بيحصل نفس الكلام، دخل السيجنال بتاعتك بس المره دي على شكل فولت وكرنت عند اي بورت من الاربعه بورتس دول، وابدا اتفرج هيحصل ايه. هتلاقي جزء من الباور يخش في كل مكان. زي ما قلنا برضه عشان تعمل اناليسيس للاستراكشرز دي صعب جدا تعمل لها اناليسيس بالفيلد، انك تحل المساله كمساله فيلد. مين اللي بيعمل كده؟ برامج الكمبيوتر، بسبب ان دي استراكشرز صعبه واستراكشرز معقده جدا. اللي بيعمل كده بيبقى برامج الكمبيوتر. امال احنا ممكن نعمل ايه؟ ممكن نمسك استراكشر زي كده مثلا، او استراكشر زي كده نعملها حاجه زي الانتويتيف اناليسيس ده، او مثلا الاستراكشر زي الماجيك تي دي نعملها حاجه زي الانتويتيف اناليسيس. الاستراكشر بتاعه الترانسميشن لاينز دول بالذات ممكن نعمل لهم اناليسيس بطريقه كمان مش بس انتويتيف، بطريقه ممتازه جدا، بطريقه اكيوريت صحيحه، ونطلع معادلات كويسه نستفيد من السيمتري بتاعه الديفايس. يعني الشكل بتاع التوصيله اللي قدامك دي شكل واضح ان هو متماثل، متماثل بشكل او باخر. ممكن نستفيد من التماثل ده في تحليل الديفايس ونقدر نطلع له معادلات للاوبريشن بتاعه. يبقى ده شكل الجانكشنز اللي احنا هناخدها، تمام؟ اللي احنا هنتعامل معاها اللي هم بنسميهم الدايركشنال كابلرز. وطبعا احنا اتفقنا الباور ديفايدرز مش محل اهتمامنا، اللي هم من فوق. هنتكلم على اللي تحت دول اللي هم الدايركشنال كابلرز، الثلاثه دول بالذات الثلاثه دول هم بالظبط اللي احنا هندرسهم، اللي هم محل اهتمامنا، اللي هم الدايركشنال كابلر لما يجي يتعمل بالثلاث طرق دول. طيب انت اتفقت معانا ان دلوقتي الدايركشنال كابلر اللي هو أربعة بورت نتورك هياخد الباور اللي داخله من مثلا بورت واحد ويوزعها عند بورت اتنين وعند بورت تلاتة،
طيب ومش هيدي اي حاجه لبورت 4. هنا نبدا نتعرف على بعض المصطلحات. يعني على المثال اللي هنضربه ده مثلا قدامنا، واحد مش بتدي اي حاجه لاربعه، الكلام ده معناه ان واحد واربعه كبورتس معزولين عن بعض، يعني ما ينفعش الباور تروح من واحد لاربعه. وهنكتشف بعد قليل ان الباور ما ينفعش برضه تروح من اربعه لواحد. لو انت قلت مش بتروح من واحد لاربعه يبقى اكيد مش بتروح من اربعه لواحد. الدايركشن بتاع الباور اللي مش بيحصل فيه كابلنج، يعني الباور مش بتروح فيه، بنسميه الايزوليتد دايركشن. يعني الباور مش بتروح من واحد لاربعه، ده بنسميه الايزوليتد دايركشن. يبقى واحد واربعه، واحد واربعه في المثال اللي انا ضربه، مش لازم واحد واربعه على حسب انا ده، بس ده مثال انا ضربه. واحد واربعه بنسميهم ايه؟ بنسميهم ايزوليتد بورتس. في المثال اللي قدامنا ده واحد واربعه بنسميهم ايزوليتد بورتس، مش بيحصل ان الباور تنتقل بينهم هما الاثنين. طيب الدايركشنز التانيين بقى اللي هما انتقال الباور من بورت واحد لبورت اثنين ومن بورت واحد لبورت ثلاثه. انتقال الباور مثلا من بورت واحد للبورت اثنين ده احنا بنسميه الثرو، بنسميه الثرو دايركشن. وانتقال الباور مثلا من بورت واحد لبورت ثلاثه ده اللي احنا بنسميه الكابلد دايركشن او الكابلنج دايركشن. كابل دايركشن وثرو دايركشن. اشمعنى يعني ليه ما نسميش واحد لثلاثه الكابل دايركشن، واحد لاثنين الثرو دايركشن؟ اشمعنى؟ لا هي ليها سبب. احنا مين بنسميه الثرو دايركشن؟ بنسميه كابل دايركشن. الثرو دايركشن اللي هو على حسب شكل النتورك بتاعتك هو الاتجاه الطبيعي اللي المفروض الباور كانت هتروح فيه، او تقدر تعتبره الدايركشن اللي بتروح فيه اغلب الباور اللي بتخش من بورت واحد. احنا اتفقنا في الدايركشنال كابلر مش شرط الباور تتوزع بالتساوي، قلنا ممكن بورت من الاثنين تاخد باور كتيره والبورت الثانيه تاخد باور قليله. افرض معايا ان بورت اثنين هي اللي بتاخد الباور الكتيره من بورت واحد وان بورت ثلاثه بتاخد باور قليله، ساعتها البورت الكتيره اللي هي بتاخد الباور الكتيره بنسميها الثرو دايركشن، وبورت ثلاثه بنسميها الكابلد دايركشن اللي هي خدت الباور القليله. يبقى اذا اكيد دايما في اثنين، في ثرو دايركشن وفي كابل دايركشن. ممكن الثرو دايركشن والكابل دايركشن هما الاثنين يبقى الباور اللي راحت فيهم هما الاثنين متساويه. طب لو اختلفت يبقى الثرو دايركشن الباور اللي فيه اكبر من الباور اللي موجوده في الكابل دايركشن بالتاكيد. ده الديفينيشن بتاع الثرو دايركشن ان هو اللي بياخد الباور الكتيره، والديفينيشن بتاع الكابل دايركشن هو بياخد الباور القليله لما تيجي توزع الباور اللي داخله من الانبوت اللي هي بورت واحد. طيب يبقى ده معنى كلمه الثرو دايركشن والكابل دايركشن. والثرو دايركشن اتسمى كده، اتسمى ثرو لان في الاستراكشر بتاع الديفايس بيبقى هو الدايركشن اللي في الغالب المفروض الباور كانت تروح فيه اصلا. زي مثلا الشكل بتاع النتورك اللي على الشمال دي بتاعت الترانسميشن لاين دي اللي قدامنا، اللي هي اللي على الشمال من فوق دي اللي هي قدامنا في الدايركشن كابلر ده اللي هي دي. دي مثلا لو انا جيت فيها مثلا رحت قايل ان البورت اللي من فوق دي اللي عباره عن بورت واحد، رحت قايل البورت دي مثلا بورت اثنين، رحت قايل مثلا البورت دي بورت ثلاثه والبورت دي بورت اربعه. انا قدامي شكل دايره عباره عن ترانسميشن لاين، ترانسميشن لاين جنبيه ترانسميشن لاين ثاني زي ما انت شايف كده. يعني بعد ما نخش في الحته اللي في النص دي بنلاقي اثنين ترانسميشن لاين جنب بعض. طب الطبيعي لو انت مدخل سيجنال من عند الدايركشن ده الطبيعي انها هتعمل ايه؟ بتخش من البورت دي وتروح كده تمشي في اتجاهها عادي وتروح عند بورت اثنين. يبقى الدايركشن بتاع من واحد لاثنين هقدر اسميه الثرو دايركشن، يعني الاتجاه العادي اللي المفروض الباور كانت تخش من بورت واحد وتروح فيه تكمل فيه لحد بورت اثنين، عشان كده سميته الثرو دايركشن. طيب هل ده الدايركشن الوحيد اللي تنتقل فيه الباور؟ لا، دول عشان اتنين ترانسميشن لاين جنب بعض لازقين في بعض فبيحصل بينهم كابلنج، يعني الترانسميشن لاين اللي جنبه اللي هو تحت يلقط حته من السيجنال، فعشان هيلقط حته من السيجنال يبقى في جزء من السيجنال هيروح مثلا عند بورت 3 مثلا، او جزء مثلا يروح عند بورت 4، واحده منهم اكيد، واحده بس هيروح عندها جزء من الباور والثانيه مش هيروح عندها حاجه، يبقى اللي لقطت جزء من الباور، الباور اللي كانت ماشيه في اتجاهها الطبيعي هي لقطت حته من الباور اللي رايحه دي، ده بنسميه الكابلد دايركشن. ده بنسميه الايه؟ الكابل دايركشن. نفس الكلام تحت برضه، يعني تحت برضه في النتورك اللي تحتيها الاتجاه ده من بورت واحد لبورت اربعه هيبقى هنا اسمه ثرو دايركشن، والاتجاه من بورت واحد لبورت اثنين اللي تحتيها هنا ده هيسميه كابلد دايركشن، لان السيجنال المفروض بتخش من واحد تمشي كده على طول ثرو لحد اربعه، ممكن جزء منها يبقى كابلد فين؟ كابلد عند بورت اثنين وهكذا. طبعا ارقام البورتس دي على حسب ما تحطها،
على حسب ما تحطها. المهم ان في دايركشن ايزوليتد الباور مش هتروح فيه، في دايركشن ثرو اللي بتروح فيه اغلب الباور اللي هو الدايركشن الطبيعي بتاع الباور، وفي دايركشن كابلد اللي هو بيلقط حته من الباور. ده المهم بغض النظر عن الارقام، يعني الارقام ممكن تكون اي حاجه على حسب انت مسمي البورتس ايه، سميها يعني سمي الارقام براحتك، سميها زي ما انت عاوز، فممكن تلخبط الترتيب بتاع الارقام مفيش مشكله. اهم حاجه في دايركشن اسمه الايزوليتد، دايركشن الايزوليتد ده اللي مش بتروح فيه اي باور من الانبوت، خش كده من الانبوت بورت الباور مش هتمشي في الدايركشن الايزوليتد ده، مش هتروح للبورت الايزوليتد. في دايركشن تاني اسمه الثرو، الثرو دايركشن ده اللي هو بتروح فيه اغلب الباور، اتجاه الطبيعي بتاع الباور. في دايركشن تالت اسمه الكابل، ده اللي هو الدايركشن اللي بيلقط حته من الباور. طيب لما اجي ارسم لك انا مايكرويف نتورك واقول لك النتورك دي شغاله كدايركشن كابلر، طبعا لازم بعد ما ارسمها لك لازم اقول لك مين الكابل دايركشن ومين الثرو ومين الايزوليتد، لازم الكلام ده يبقى واضح. يعني ارسم لك انا مثلا دايركشن كابلر زي ده اللي قدامنا ده، هاجي طبعا في الرسمه اللي انا ارسمها لازم اكتب لك تحتيه، لازم اكتب لك تحتيه مين الكابل دايركشن، مين الايزوليتد دايركشن، ومين الثرو دايركشن، عشان تبقى عارف بالظبط الديفايس ده شغال ازاي، تبقى عارف مين البورتس الايزوليتد عن بعضيها، تبقى عارف اغلب الباور بتروح فين، وتبقى عارف الجزء البسيط اللي هو الكابلد بتاع الباور بيروح فين. طيب نعمل الكلام ده ازاي؟ عشان نعمل الكلام ده هنحط له قاعده، يعني او نحط له طريقه، عشان نحط له طريقه هنحط سيمبل بقى للديفايس، يعني نحط رمز يعبر عن الديفايس ورمز ده يحتوي على هذه المعلومه. طب الرمز اللي بيعبر عن الديفايس يبقى شكله ازاي؟ بيبقى بنرسم حاجه زي كده، والرمز اللي بيعبر عن الديفايس اللي احنا بنسميه النتورك سيمبل بتاع الديفايس، بنرسم حاجه كويسه زي كده، مستطيل مثلا، والمستطيل نحط له 4 بورت، ادي بورت وادي الثانيه وادي الثالثه وادي الرابعه، 4 بورت. سمي بقى البورتس، قول مثلا دي بورت 1 كمثال، يعني دي بورت 1، دي مثلا بورت 2 كمثال، دي مثلا بورت 3، ودي مثلا بورت 4. ازاي بتعبر عن الفكره دي؟ بنيجي جوه السيمبل بتاعنا بتاع الديفايس، بنعمل سهمين كده، سهم كده وسهم كده. طب السهم ده معناه ايه؟ السهم العدل اللي هو المستقيم اللي هو قدامنا ده الاتجاه بتاع الثرو دايركشن، ده الاتجاه بتاع مين؟ الثرو دايركشن، والرسمه بتقول كده، يعني الرسمه بتقول اتجاه العدل بتاع الباور انها تروح من بورت 1 لبورت 2، الاتجاه المستقيم العدل، اتجاه الثرو دايركشن. والاتجاه بتاع من 1 ل 4 ده اللي هو الاتجاه بتاع الكابلد دايركشن، الاتجاه بتاع الكابلد دايركشن. طب 1 و3 مفيش اي خط بينهم هما الاثنين، يبقى دول ايزوليتد عن بعض، يبقى في السيمبل اللي قدامي ده اللي احنا قدامنا ده اسمه السيمبل بتاع دايركشن كابلر، السيمبل بتاع دايركشن كابلر. يعني لما يجي نتعامل مع الميكرويف سيركتس في العملي بقول له عايز اقول لك ان انا هوصل في الحته دي دايركشن كابلر، الرمز بتاعه في الدايره بيبقى ازاي؟ بيبقى زي ما احنا شايفين كده، 4 بورت نتورك والسهم اللي جواها ده مرسوم عشان يوضح لك اتجاه الثرو والكابلد. طبعا مفيش داعي تكتب انت ثرو وكابلد، ده خلاص ما انت عارف السهم العدل ده اتجاه الثرو، والسهم الثاني ده المنحني ده اتجاه الكابلد دايركشن. فكده 1 و3 ايزوليتد، 1 2 ده عباره عن الثرو دايركشن، 1 لحد 4 ده عباره عن الكابلد دايركشن. ده سيمبل من السيمبلز اللي ممكن تستعمل للدايركشنال كابلر في المايكرويف نتورك. في سيمبلز ثانيه ممكن تستعمل، بس انا افضل السيمبل ده لانه واضح وبسيط ما فيهوش اي حاجه يعني. فده السيمبل بتاع الديفايس لما يجي يتحط في النتورك بتاعتنا. طيب دي الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها للدايركشن كابلر، عرفنا الدايركشنز بتاعت الباور فلو، الباور فلو دايركشنز في 3 دايركشنز للباور، حاجه اسمها الثرو والكابلد والايزوليتد دايركشنز. عرفنا النتورك سيمبل بتاع الديفايس السيمبل بتاعه ازاي. بعد كده نبدا نتعرف على البيزك نتورك بروبريتيز بتاعت الدايركشن كابلر، الحاجه اسمها الريسيبروسيتي والماتشنج بتاعه، وان هو بيحتوي على حاجه اسمها تو جروبز اوف ايزوليتد بورتس. هنعرف البيزك نتورك بروبرتيز بتاعته، وبعد كده نبدا نشوف السكاترنج ماتريكس بتاع الدايركشن كابلر شكلها ازاي. فنبدا نتكلم كلام فورمال كلام رسمي، نبدا نتكلم بمعادلات وكلام فورمال كلام رسمي، ونبدا نشوف بقى هيبقى ايه شكل السكاترنج ماتريكس على الديفايس بعد ما ندرس الخصائص بتاعته. يبقى نبدا نقول الدايركشنال كابلر، الدايركشنال كابلر السيمبل بتاعه زي ما اتفقنا هيبقى بالشكل ده، السيمبل بتاعه هيبقى عندنا دي بورت مثلا 1، ودي بورت تانية، ودي بورت تالتة، ودي بورت رابعة. بلا شك انت عندك الحرية على حسب السيركت بتاعتك انك انت تسمي اسامي البورس، دي مثلا 1، دي مثلا 2، دي مثلا 3، دي مثلا 4.
النتورك سيمبل بيقول ان انا لازم احط الايزوليتد والكابلد والثرو. طبعا الخط العدل يمثل الثرو، الخط المائل يمثل الكابلد، واللي بعد كده يمثل الايه، يمثل الايزوليتد. يبقى 3 و4 هما الاثنين ايزوليتد عن بعضهم. خلينا مثلا نخليها ايه، مترتبه. احنا طبعا احرار في اختيار الارقام خالص، هنخليها مترتبه 1 2 ودي مثلا 3 ودي مثلا 4، وانت حر خالص في اختيار الارقام. عايزين نعرف ايه الديفينيشن بتاع الدايركشنال كابلر. الديفينيشن تعريفه يعني ايه خصائصه كنتورك، الخصائص الاساسيه اللي بتميز النتورك. دايركشنال كابلر ده عباره عن اول حاجه ريسيبروكال نتورك. ايه دي؟ ريسيبروكال نتورك دي اول حاجه، انه عباره عن ريسيبروكال نتورك دي اول حاجه. طب ريسيبروكال نتورك دي عرفناها منين؟ نقصد بيها ايه وعرفناها منين؟ نقصد من كلمه ريسيبروكال نتورك، نقصد من كلمه ريسيبروكال نتورك ان هو عباره عن نتورك مش بيستعمل في الديزاين بتاعها خالص اي انايزوتروبيك ماتيريال، مش بيستعمل في الديزاين بتاعها اي انايزوتروبيك ماتيريال. زي ما قلنا في اول سيكشن في الميكرويف، انايزوتروبيك ماتيريال يعني حاجه زي الفيرايت، وده اللي هناخده ان شاء الله في التسجيل اللي جاي، وذلك انا بقولها بشكل واضح وبشكل مفصل هنا، ان الديفايس اللي احنا بنعمله في الميكرويف لو استعملنا في تركيبه حاجه اسمها انايزوتروبيك ماتيريال، يعني ماتيريال والماتيريال دي استجابتها للفيلد بتعتمد على اتجاه الفيلد، زي ما هنشوف ان شاء الله في التسجيل اللي جاي. ساعتها ده بنسميه نون ريسيبروكال ديفايس. اما ريسيبروكال نتورك او ريسيبروكال ديفايس ما بيبقاش فيه اي انايزوتروبيك ماتيريال. طبعا دي بنستنتج منها حاجات تتعلق بالسكاترنج ماتريكس زي ما احنا عارفين، وزي ما هنشوف ان شاء الله بعد قليل. هو اول حاجه هو ريسيبروكال نتورك، ده اول حاجه. طيب تاني حاجه ايه؟ تاني حاجه ان هو فيه تو ايزوليتد بوردز. تو ايزوليتد بوردز، تو ايزوليتد، مش ايزوليتد بس، ايزوليتد وماتشيت. تو ايزوليتد بوردز، والكونديشن الثالث ذا ايزوليتد بوردز، ذا ايزوليتد بوردز ار ماتشيد. ليه الكونديشن ده؟ الكونديشن ده اللي هم 2 و 3 مع بعضهم، دول تعريف الدايركشنال كابلر على فكره. الاثنين دول مع بعضهم، لو الكونديشن الثاني والثالت ان في 2 بورت ايزوليتد والاثنين بورت الايزوليتد دول ماتشيد. ازاي يعني الكونديشن 2 و 3 دول هم تعريف الدايركشنال كابلر؟ ما هو تعريف الدايركشنال كابلر بيقول ايه؟ بيقول لو دخلت البور، دخلت الباور او السيجنال بتاعتك من عند بورت واحد مثلا على حسب السيمبل اللي انا رسمه في المثال اللي قدامنا، جزء من الباور هيروح عند 2 وجزء من الباور هيروح عند 3. انت عارف ايه معنى كلمه جزء من الباور هيروح عند 2 وجزء هيروح عند 3؟ الكلمه دي معناها حاجتين اتنين. معناها ان مفيش باور هتروح لبورت 4، ده اللي هو كونديشن رقم 2. مفيش باور هتروح لبورت 4، يبقى بورت 1 و4 معذورين، اللي هو كونديشن رقم 2. ومفيش باور هتريفليكت الواحد، مفيش باور هتريفليكت الواحد، الكلام ده معناها ان مفيش باور هترجع لواحد، يبقى واحد عباره عن ماتشد بورت. ماتشد بورت يعني مش بيرجع لها باور من نفسها. شفت ازاي؟ يبقى ده الديفينيشن بتاع الدايركشنال كابلر. ايه ديفينيشن الدايركشنال كابلر؟ ان لما يخش باور من عند بورت من البورتس ولتكن بورت واحد زي ما انا راسم في المثال اللي قدامنا، يبقى جزء من الباور هيروح لاثنين، جزء مثلا راح لثلاثه مثلا على حسب المثال اللي انا راسمه، جزء راح لاثنين جزء راح لثلاثه، مفيش حاجه راحت لاربعه. الكلام ده معناه ايه؟ معناه طالما كل الباور اتقسمت بين 2 و 3 يبقى مفيش اي باور رجع التاني لواحد، رجع التاني لواحد يبقى مفيش ريفليكشن لواحد، يبقى واحد عباره عن ماتشيت بورد. ده نقطه. تاني نقطه مفيش باور راحت لاربعه، يبقى اربعه واحد هما الاثنين عباره عن ايزوليتد بوردز، هما الاثنين معزولين عن بعضهم. طيب نشوف الكونديشنز دي، دي اللي هو الديفينيشن بتاع الكابلر، ده الديفينيشن بتاع الكابلر. فالديفينيشن بتاع الكابلر زي ما احنا شفنا كده يقتضي ايه؟ السيمبل اللي قدامي ده بيقول ان بورت واحد وبورت اربعه معزولين عن بعضهم. يعني افرض ان انت دخلت الباور من بورت اربعه. طالما واحد واربعه معزولين عن بعض، واحد مش بتدي حاجه لاربعه، يبقى اربعه مش هتدي اي حاجه لواحد. يبقى اربعه مش هتدي اي حاجه لواحد. طب الكلام ده جه منين؟ جه من الكونديشن الاولاني بتاع الريسيبروسيتي. الريسيبروسيتي يعني ايه ريسيبروسيتي؟ يعني اتجاه الاكسايتيشن والريسبونس ما يفرقش. يعني اذا دخلت الباور من عند واحد اربعه ما خدتش حاجه، يبقى لو عكست ودخلت من عند اربعه واحد مش هتاخد حاجه. واحد مش هتاخد حاجه، يبقى الباور هيتوزع ما بين اثنين وثلاثه.
برضه توزع بين 2 و3، كل الباور توزع بين 2 و3، يعني مفيش اي حاجه هترجع ل4، يعني ال4 هي كمان هتبقى عباره عن ماتش البورت زي ما انا بقول. يبقى دي حاجه جايه من فين؟ جايه من السيمتري، انك طالما قلت ان واحد الباور بتاعتها بتروح كلها ل2 و3، مفيش حاجه بترجع لواحد، مفيش حاجه بتروح ل4، يبقى من الريسيبروسيتي هتضطر تقول ان الباور بتاعت 4 كلها بتروح ل2 و3، مفيش حاجه بتروح لواحد، مفيش حاجه بترجع ل4، يبقى تو بورتس هما الاثنين ماتشيت، اللي هم الايزوليتد بورتس. المهم ان هي دي الاسامبشنز بتاعتنا، ده الديفينيشن بتاع الدايركشن كابلر، ده الديفينيشن بتاع الدايركشن كابلر. لازم تقول في الديفينيشن بتاع الدايركشن كابلر ان الاثنين بورتس ايزوليتد والاثنين بورتس ماتشيت. الاثنين بورتس ايه؟ ماتشيت، هما الاثنين ده جيفن، جيفن في الدايركشن كابلر. وان النتورك ريسيبروكال، ريسيبروكال دي تتحقق ازاي؟ ببساطه ما تحطش في النتورك بتاعتك ماده تعتمد على الدايركشن، الدايركشن بتاع الاكسايتيشن، الدايركشن بتاع الفيلد، حاجه زي الفيرايت يعني. طالما الديفايس ما فيهوش فيرايت يبقى ريسيبروكال ديفايس على طول، حتى لو كان ديفايس معقد جدا هم ريسيبروكال وخلاص، طالما ما فيهوش حاجه زي الفيرايت تعتمد على الدايركشن بتاع الفيلد او حاجه زي البلازما، بس احنا مش هنتكلم عن البلازما طبعا. طيب يبقى ده الديفينيشن بتاع دايركشن كابلر. عرفت كده البيزك بروبابيلتيز بتاعت الكابلر اللي هو الخصائص الاساسيه بتاعته دي، اللي كانت نقطه رقم 3. تعالى نتكلم بقى في نقطه رقم 4 اللي هي السكاترنج ماتريكس بتاعت الدايركشن كابلر شكلها ازاي. يعني انت عرفت الديفايس بخصائصه، يلا وريني السكاترنج ماتريكس بتاعته شكلها ازاي. طيب هو اولا ده عباره عن 4 بورت ديفايس. يعني لما نيجي نتكلم على السكاترنج ماتريكس بتاعته، لما نيجي نتكلم على السكاترنج ماتريكس بتاعته، طب ده عباره عن 4 بورت ديفايس. طالما 4 بورت ديفايس او 4 بورت نتورك، يبقى السكاترنج ماتريكس بتاعته هتبقى عباره عن 4 في 4 ماتريكس، ان 4 في 4 اليمنت، يعني هيبقى الماتريكس دي فيها 16 اليمنت. تمام، الماتريكس هيبقى فيها 16 اليمنت. طبعا انا مفيش داعي ان انا اكتب الماتريكس كلها ك 16 اليمنت مختلفين. ليه؟ هبدا اطبق الخصائص بتاعه المايكرويف نتورك. اول حاجه ان النتورك بتاعتي مالها، ان الديفايس ده عباره عن ريسيبروكال ديفايس. ريسيبروكال ديفايس يبقى الاس ترانسبوز بتساوي اس من الريسيبروسيتي، من الريسيبروسيتي يعني من خاصيه رقم واحد، هيبقى الاس ترانسبوز بيساوي اس، من خاصيه رقم واحد اهي، هيبقى الاس ترانسبوز بيساوي اس. هيبقى الماتريكس بتاعتنا عباره عن سيمتريك ماتريكس. سيمتريك ماتريكس يبقى العناصر اللي حوالين الدياجونال، العناصر اللي حوالين الدياجونال كلها متساويه. يعني تقدر تقول ان سكاترنج ماتريكس هيطلع شكلها كده، تقدر تقول هيطلع شكلها كده. هيبقى هنا عندي اس 1 1، هنا اس 1 2، هنا اس 1 3، وهنا اس 1 4. طيب وبعدين هاجي هنا هقول العناصر حوالين الدياجونال المتساويه، فيبقى هنا اس 1 2 برضه، هنا هيبقى اس 2 2، هنا هيبقى اس 2 3، هنا هيبقى اس 2 4. طب بعد كده هيبقى اس كام؟ بدل 3 1 هحط 1 3 عشان العناصر اللي حوالين الدياجونال المتساويه، بدل ما احط 3 2 هحط 2 3 العناصر اللي حوالين الدياجونال المتساويه، فيبقى عندي بعد كده اس 3 3 واس 3 4. طب وبعدين بدل ما اقول 4 1 4 1 زي 1 4، بدل ما اقول 2 4، بدل ما اقول 4 2 4 2 زي 2 4، بدل ما اقول 4 3 4 3 زي 3 4، واحط في الاخر اس 4 4. يبقى دي اللي احنا بنسميها سيمتريك ماتريكس، سيمتريك ماتريكس بتاعت الدايركشنال كابلر. طيب تعالى نطبق الخصائص الثانيه. ايه بقى الخصائص؟ بقى الخصائص اللي هم خاصيتين رقم 2 و3. خاصيه رقم 2 بتقول ان في بورتس ايزوليتد، 2 بورتس ايزوليتد. من الرسمه اللي قدامنا هيبقى مين الايزوليتد بورتس؟ من الرسمه بتاعت البورتس اللي قدامنا، مين الايزوليتد بورتس؟ بورت 1 وبورت 4. هم الاثنين دول عباره عن ايزوليتد بورتس، بورت 1 وبورت 4. طب طالما هم الاثنين ايزوليتد، يبقى اذا اس 1 4 هتساوي 0، وفي نفس الوقت اس 4 1 هي الاخرى بتساوي 0. اس 4 1 مش موجوده جوه، ليه؟ لان انا في مكانها كنت كاتب اس 1 4. يبقى اقدر اجي في الماتريكس بتاعتي واحط اس 1 4 بتساوي 0، ده الخاصيه الثانيه. طب الخاصيه رقم 3 من الديفينيشن بتاع دايركشن كابلر، الخاصيه رقم 3 ان الاثنين الايزوليتد بورتز هم الاثنين ماتشيد، 1 و4 ماتشيد. يعني 1 و4 ماتشيد يعني اس 1 1 بتساوي 0، الواحد مش بترجع باور لنفسها، واس 4 4 هي كمان بتساوي 0، 4 مش بترجع باور لنفسها. يبقى كده انا طبقت الديفينيشن بتاع الدايركشن كابلر على السكاترنج بارامترز. تعال نعوض عشان نشوف السكاترنج ماتريكس شكلها ازاي ونقدر نستنتج ايه من التعويض. اس 1 4 بتساوي 0 واس 1 1 بتساوي 0، فانا هبدا احطهم الاثنين باصفار. لما احطهم باصفار هيحصل ايه؟ هاجي مكان اس 1 1 واشيلها واحط 0، واجي مكان اس 1 4 واحط 0، مكان اس 1 4 واحط 0، ومكان اس 4 4 احط 0، يبقى يطلع لي كده.
صفر مكان اس واحد واحد، وصفر مكان اس واحد اربعة، وصفر مكان اس واحد اربعة، وصفر مكان اس اربعة اربعة. كل دول اصفار، كل دول اصفار. طيب ده شكل الاسكاترنج ماتريكس. انت من الديفينيشن بتاع الدايركشنال كابلر، من الجوب بتاع الدايركشنال كابلر اللي انت بتقولها، انت بتقول من الديفينيشن بتاعه انت عايز لما تدخل الباور من عند بورت واحد عايز الباور كلها تتوزع بين بورت 2 وبورت 3، يعني كلها تطلع عند بورت 2 وكلها تطلع عند بورت 3. طب عشان تطلع الباور كلها عند بورت 2 وبورت 3 اللي هو معنى الوظيفه بتاعه الدايركشنال كابلر، لازم الباور ما تفقدش في النص، لازم ما يحصلش لوسز، لازم تكون الباور مش بتفقد جوه النتورك، لان انت عايز توزعها بين بورت 2 وبورت 3، عايز تخش من عند بورت 1 تطلع متقسمه بين 2 و3، ده معناه المفروض الباور ما تفقدش في النص. فالمفروض يبقى النتورك بتاعتك مش بس ريسيبروكال، لازم تكون كمان لوسلس نتورك. يبقى هنضيف الديفينيشن بتاعنا لازم تكون ريسيبروكال نتورك وفي نفس الوقت ايه؟ لوسلس نتورك. ريسيبروكال نتورك اند لوسلس نتورك. ليه؟ عشان تؤدي الوظيفه بتاعت الدايركشنال كابلر صح. يبقى لازم تكون ريسيبروكال ولوسلس. طيب اللوسلس دي النتورك اللي بتحقق الخاصيتين دول انها لوسلس وريسيبروكال، اثبتنا في التسجيلات اللي فاتت قبل كده، التسجيل قبل اللي فات، ان ده معناها ان الاس في الاس كونجكت هتكون بتساوي يو، عشان ده عباره عن لوسلس ريسيبروكال نتورك. يبقى اللي احنا كتبناها هنا دي اللي هي الماتريكس بتاعتنا دي اللي هي الاس اللي انا حاطط تحتها خط اخضر، لو اتضربت في الكونجكت بتاعها هتطلع لك المصفوفه يو اللي هي عباره عن مصفوفه الوحده. هتطلع لنا المصفوفه اللي هي مصفوفه الوحده. طبعا مصفوفه الوحده اللي هي اليو اللي هي في 4 دايمنشن اللي هي بشكلها عامل كده، تبقى عباره عن 1 0 0 0 بعد كده 0 1 0 0 بعد كده 0 0 1 0، طبعا تبقى عباره عن صفر في كل مكان وحايد على الدايجونال. ما ننساش شكل المصفوفه اس بتاعتي، المصفوفه اس بتاعتي اللي احنا كتبناها ورا اللي هي بالشكل ده اللي فيها أربع أصفار على الكورنرز، وبعد كده باقي العناصر كلها متماثلة فيما عدا العناصر اللي على الدياجونال هي العناصر اليونيك، والباقيين كلهم متماثلين. تمام؟ طيب عايزين نطبق المعادلات دي، يعني نضرب اس في اس كونجكت ونكتب الكلام ده بيساوي يو ونشوف ايه المعادلات اللي هتطلع معانا لما نضرب اس في الاس كونجكت. طيب تعالوا نضربهم في بعض. نضرب كده الاس في الاس كونجكت، الاس شكلها كده صفر، بعد كده اس واحد اتنين، اس واحد تلاتة، وبعد كده صفر. دي اللي هي الاس. طب وبعد كده ايه؟ بعد كده اس 1 2، اس 2 2، بعد كده اس 2 3، بعد كده اس 2 4، بعد كده اس 1 3، اس 2 3، اس 3 3، بعد كده اس 3 4. طب وبعدين؟ بعدين هيبقى عندي هنا صفر، ويبقى عندي هنا اس 2 4، بعد كده اس 3 4، بعد كده هنا صفر. المفروض المصفوفة دي لو اتضربت في الكونجكت بتاعها هتطلع مصفوفة الوحدة اللي هي قدامنا اللي هي المصفوفة يو. تعالى نضربها في الكونجكت بتاعها ونشوف هنقدر نستفيد ايه من عملية الضرب دي. طبعا لما تيجي تجيب الكونجكت بتاع المصفوفة كل اللي هتعمله انك انت هتجيب الكونجكت بتاع كل العناصر، يعني لو عايز تكتب مثلا الاس كونجكت كل اللي هتعمله انك هتيجي قدام كل عنصر من دول وتحط الكونجكت بتاعته. ازاي نضرب مصفوفة في مصفوفة؟ بنضرب صفوف وعميد، يعني مثلا عشان نجيب العنصر الاولاني اللي هو هنا هنروح ضاربين مين في مين؟ هنروح ضاربين الصف الاول اللي هو ده، هنروح ضاربينه في العمود الاول اللي هو ده. طبعا احنا بنضرب المصفوفه في نفسها بس بعد ما ناخد الكونجكت، فنضرب الصف الاول في العمود الاول بس هناخد الصف الاول في الكونجكت بتاع العمود الاول، ونقدر نعمل معادله من حاصل الضرب. لما يضربوا الاثنين في بعضيهم ويطلعوا معادله هيطلعوا لك الناتج بتاع الضرب بيساوي واحد. فتعالى نضربهم في بعض هما الاثنين. طبعا الاس 1 2 لما يضرب في الكونجكت بتاعه هيدينا الماجنيتيود بتاع اس 1 2 الكل تربيع، زائد الاس 1 3 لما يضرب في الكونجكت بتاعه هيدينا الماجنيتيود بتاع اس 1 3 الكل تربيع. لما يضربوا في بعض ويتجمعوا ادونا الناتج بتاعهم اللي هو بيساوي 1. ده كده حصل ضرب الصف الاول في العمود الاول. هنجرب نضرب الصف الرابع في العمود الرابع ونشوف هيحصل ايه. لو نضرب الصف الرابع في العمود الرابع هيطلع لنا الماجنيتيود بتاع اس 2 4 تربيع زائد الماجنيتيود بتاع اس 3 4 تربيع، برضه الكلام ده بيساوي 1 اللي هو العنصر اللي موجود عندك على الدياجونال. يبقى دول معادلتين طلعوا لنا من حاصل ضرب الصف الاول في الاول والصف الاول في العمود الاول والصف الرابع في العمود الرابع. طب ايه باقي المعادلات اللي ممكن نستنتجها ممكن تفيدنا في الخصائص بتاعت الماتريكس وبتاعت النتورك؟ ايه تاني ممكن نضربه؟
احنا ضربنا بتاعه الصف الاول في العمود الاول والصف الرابع في العمود الرابع، اشمعنى؟ عشان هيطلعوا لنا معادله صغيره. ليه معادله صغيره؟ عشان في اتنين اليمنت بصفر في كل واحد. تعال بقى نكمل ضرب العناصر اللي في الدياجونال، يعني بيكون رقم الصف زي رقم العمود، اللي هي الضربيات اللي دايما بتطلع واحد، ضربيات دايما بتطلع واحد. بس هنخلي المعادلتين دول مع بعضهم كده في برواز على جنب، لان المعادلتين دول هنستخدمهم كتير وهنعوزهم خالص. تعال نكمل ضرب بقى، نكمل نضرب الصف الثاني في العمود الثاني. طبعا الصف الثاني والعمود الثاني زي بعض، فلما نضربه الاولاني الصف الثاني في الكونجكت بتاع العمود الثاني هيدينا كالتالي، هيدينا الماجنيتيود بتاع اس 1 2 تربيع زائد الماجنيتيود بتاع اس 2 2 تربيع زائد الماجنيتيود بتاع اس 2 3 تربيع زائد الماجنيتيود بتاع اس 2 4 تربيع، كل ده بيساوي 1 عشان ده على الدياجونال. هنا نبدأ نستفيد من المعادلات بتاعتنا. احنا لسه قايلين ان الماجنيتيود بتاع اس 1 2 الكل تربيع زائد الماجنيتيود بتاع اس 1 3 تربيع بيساوي 1، والماجنيتيود بتاع اس 2 4 تربيع زائد الماجنيتيود بتاع اس 3 4 تربيع بيساوي 1. فلما يظهر عندك ماجنيتيود اس 1 2 تربيع واس 2 4 تربيع تقدر تستفيد من المعادلتين دول زي ما هنشوف دلوقتي. اضرب كده الصف الثالث في العمود الثالث، يبقى عندك الماجنيتيود بتاع اس 1 3 تربيع زائد ماجنيتيود اس 2 3 تربيع زائد ماجنيتيود اس 3 3 تربيع زائد ماجنيتيود اس 3 4 تربيع بيساوي 1. طيب لو جمعنا المعادلتين دول المحطوطين في البرواز الابيض هيطلع لك الجزء ده والجزء ده. ازاي؟ اجمع كده المعادلتين المحطوطين في البرواز الابيض، هيطلع لك ماجنيتيود اس 1 2 تربيع لما تجمع مجموع على ماجنيتيود اس 1 3 تربيع. طب مجموع الاثنين دول بيساوي كام؟ بيساوي 1 من المعادله اللي موجوده في البرواز الاحمر اللي هي المعادله اللي جنبيها هنا على طول. المجموع بتاعهم دول بيساوي 1. تمام. طب ايه كمان هيطلع لك؟ هيطلع لك الماجنيتيود بتاع اس 2 4 تربيع زائد الماجنيتيود بتاع اس 3 4 تربيع اللي هم من المعادله اللي محطوطه برضه في البرواز الاحمر، مجموعهم بيساوي 1، يبقى مجموع دول بيساوي 1. وهننزل الباقيين زي ما هم بقى، هننزل الباقيين زي ما هم، اللي هم الاثنين دول اللي في البرواز الاخضر هينزلوا مع بعضهم زي ما هم، والاثنين دول اللي في البرواز الاخضر هينزلوا مع بعضهم زي ما هم، كلهم زي بعض. هنلاقي طبعا في اتنين اليمنت زي بعضهم اللي هو ماجنيتيود اس 2 3 وماجنيتيود اس 2 3 هيبقى موجود مرتين، يبقى هنقول الكلام ده 1 زائد 1، 1 زائد 1 بيساوي 2 اللي هو ناتج من هنا وناتج من هنا، 1 زائد 1 بيساوي 2، يبقى عندي 2 زائد ده لما يتجمع على نفسه يدي 2 الماجنيتيود بتاع اس 2 3 كل تربيع زائد ماجنيتيود اس 2 2 تربيع زائد ماجنيتيود اس 3 3 تربيع، ونجمع الوحايد اللي في الطرف اليمين مجموعهم بيساوي 2. طبعا الاثنين هتروح مع الاثنين، الاثنين هتروح مع الاثنين يطلع الناتج بيساوي 0. لما نشطب 2 مع 2 يطلع بيساوي 0. هيتبقى عندك مين؟ هيتبقى عندك 2 الماجنيتيود بتاع اس 2 3 تربيع زائد ماجنيتيود اس 2 2 تربيع زائد ماجنيتيود اس 3 3 تربيع، كل الكلام ده بيساوي صفر، ودي نتيجه خطيره جدا. ليه دي نتيجه خطيره جدا؟ لان دول عباره عن شويه ماجنيتيودز، شويه ماجنيتيودز، ومش بس ماجنيتيودز، ماجنيتيودز متربعه. خلاص؟ فالماجنيتيود بتاع العدد المركب دايما قيمته بتبقى موجبه. يبقى لما يبقى عندك مجموعه اعداد موجبه مجموعهم بيساوي صفر، الكلام ده استحاله يحصل الا لو كان كل واحد لوحده بيساوي صفر. دول شويه مجموعه اعداد موجبه. موجبة عشان ماجنيتيود وعشان تربيع، ومجموعهم كلهم بيساوي صفر، والكلام ده استحالة يحصل إلا لو كان كل واحد لوحده بيساوي صفر. كل واحد لوحده بيساوي صفر يعني إيه؟ يعني الآتي، يعني أول حاجة إس 2 3 بتساوي زيرو، ودي نتيجة خطيرة. معناها إيه إن إس 2 3 بيساوي زيرو؟ يعني بورت 2 و 3 هما الاتنين أيزوليتد، بورت 2 و 3 هما الاتنين أيزوليتد، مع إن إحنا ما فرضناش ده في البداية. احنا في الديفينيشن بتاع الدايركشنال كابلر اللي كان هنا فرضنا ان في اتنين بورت بس معزولين، اللي هما مين ومين؟ اللي هما بورت واحد وبورت اربعة، ما فرضناش ان اتنين وتلاتة معزولين. وباقي الفروض بتاعتنا كانت زي ما انت شايف ان النتورك ريسيبروكال ولوسلس، وفي نفس الوقت الاتنين بورت المعزولين هما الاتنين ماتشد، الاتنين بورت المعزولين هما واحد اربعة، هما الاتنين ماتشد، يعني اس واحد واحد بصفر واس اربعة اربعة بصفر. لما فرضنا الفروض دي طلع لنا اس 2 3 بصفر، يعني طلع 2 و3 هما الاثنين برضه معزولين زي ما 1 4 معزولين. مش كده وبس، ده يطلع كمان اس 2 2 بصفر واس 3 3 بصفر، يعني طلع اس 2 2 بتساوي 0 وكمان اس 3 3 بتساوي 0، مع ان احنا ما فرضناش ده خالص في البدايه. يبقى مجرد ما تمسك 2 بورت في الاربعه بورت نتورك وتفرض انهم معزولين وماتشد،
هتلاقي الاتنين بورت التانيين معزولين وماتشيت. مجرد ما تحقق في الديزاين بتاعك ان في اتنين بورت معزولين وماتشيت، هتلاقي الاتنين بورت التانيين معزولين وماتشيت. بس خلي بالك في كونديشن عشان تحقق الكلام ده، اللي كونديشن اللي اعتمد عليه الكلام ده كله، ان لازم يكون النتورك بتاعتك ريسيبروكال ولوسلس. لازم تكون ريسيبروكال وايه ولوسلس، يعني لازم يكون ما فيهاش لوسز خالص، لازم يكون ما فيهاش لوسز خالص. يبقى احنا ازاي نعمل ديزاين دايركشن كابلر؟ الحكايه دي خطيره. ازاي نعمل ديزاين دايركشن كابلر؟ هنجيب اي اربع بورت ونوصلهم ببعض وماله، وبعدين هنخلي الاربع بورت دول ريسيبروكال، يعني مش هنستخدم اي ماتيريال زي الفيرايت او اي ماتيريال بتعتمد على الدايركشن بتاع الاكسايتيشن. جميل، شيء كويس جدا، ودي حاجه سهله خالص ان هي تتحقق اساسا. يعني كل اللي بتعمله انك مش هتستخدم فيرايت بس وخلاص، مش هتستخدم ماده بتعمل مش هتستخدم انايزوتروبيك ماتيريال وخلاص. يبقى نجيب اربع بورت ونوصلهم ببعض، بس نراعي ان هم يكونوا لوسلس، يعني يكون الكوندكتيفيتي بتاعته عاليه جدا، ما فيهوش لوسز خالص وانت بتوصلهم ببعض، كوندكتيفيتي عاليه جدا. يبقى لو قدرت تحقق ان هي تقريبا لوسلس نتورك وريسيبروكال، وعرفت تخلي اتنين بورتس معزولين عن بعض، وماتشيت كده، تاخد على طول دايركشنال كابلر. هتلاقي الاتنين بورتس التانيين هم كمان معزولين وماتشيت. يبقى كده الباور لو دخلت من اي بورت، من بورت واحد او بورت اربعه اللي احنا فرضينهم معزولين وماتشيت، او دخلت من اتنين وتلاته اللي هينتج بالعافيه ان هم كمان هم الاتنين معزولين وماتشيت، هتلاقي الباور اتقسمت ما بين الاتنين بورت التانيين. احنا كده ممكن نعدل السكاترنج ماتريكس بتاعتنا، نضيف فيها المعلومات الجديده، انفورميشن جديده، نحط 2 3 بصفر ونحط اس 2 2 بصفر، ونشوف السكاترنج ماتريكس الجديده يطلع شكلها ازاي. يطلع الشكل الجديد للسكاترنج ماتريكس كده، تطلع الاس بتساوي بعد الاستنتاج بتاعنا ده، السكاترنج ماتريكس بتاع الدايركشن كابلر، تطلع الاس بتساوي اس 1 1 بصفر، ده كان اسامبشن، اس 1 2 مش بصفر، اس 1 3 مش بصفر، اس 1 4 بصفر. طيب اس 1 2 زي ما هو، اس 2 2 بصفر طلعت استنتاج، اس 2 3 بصفر طلعت برضه استنتاج، واس 2 4 اس 1 3 مش بصفر، اس 2 3 بصفر ده طلع بالاستنتاج، اس 2 3 بصفر طلعت استنتاج، واس 3 3 بصفر طلعت برضه بالاستنتاج، والاس 3 4. بعد كده اس 1 4 بصفر ده كان فرض، فرضنا 1 و4 هما الاثنين ايزوليتد عن بعض معزولين. بعد كده اس 2 4، بعد كده اس 3 4، بعد كده اس 4 4 بصفر، برضه دي كانت فرض، احنا فرضنا البورت بتاعتنا ايه؟ ماتشيت، الايزوليتد فرضناهم ماتشيت. يبقى طلع ده في النهايه شكل السكاترنج ماتريكس بتاعت الدايركشنال كابلر، وده الشكل العام بتاع السكاترنج ماتريكس بتاع الدايركشنال كابلر. اقصد ايه بالشكل العام؟ انك هتلاقي نص الماتريكس تقريبا باصفار، مش تقريبا ده فعليا، هتلاقي نص الماتريكس باصفار. لو انت عديت الاصفار هتلاقي عندك في الماتريكس، المفروض الماتريكس كام اليمنت؟ 16 اليمنت. المفروض الماتريكس بتاعتنا بتكون 16 اليمنت عشان دي عباره عن 4 بورت نتورك، فالماتريكس 16 اليمنت. 16 اليمنت من دول، منهم 8 زيروز، ومنهم 8 سيمتريك، يعني ايه سيمتريك؟ يعني سيمتريك اباوت ذا دياجونال، سيمتريك حوالين الدياجونال، سيمتريك حوالين الدياجونال. فعلا في 8 باصفار و8 متماثلين حوالين الدياجونال، لان ده بيساوي ده وده بيساوي ده وده بيساوي ده وده بيساوي ده، فهم متماثلين حوالين الخط اللي في النص، الخط في النص اللي هو بتاع الدياجونال. والثمان اصفار دول منهم اربع اصفار اللي هم على الدياجونال برضه، اللي هو الدياجونال كله بزيرو، الدياجونال كله بيساوي زيرو. ده هيحصل دايما في المصفوفه بتاعت الدايركشنال كابلر. خلي بالك ان مصفوفه الدايركشن كابلر مش شرط يكون شكلها كده، هو على حسب انت مسمي البورتس ايه، على حسب انت فرضت مين ومين معزولين عن بعض. يعني احنا على حسب السيمبل في المثال اللي ضربناه فرضنا ان 1 و4 معزولين عن بعض، وده الاسامبشن بتاعنا. فالماتريكس بتاعتنا دي بتاعت انهي اسامبشن؟ بتاعت ان 1 و4 معزولين، واستنتجنا ان 2 و3 يطلعوا مرتين معزولين، يبقى دول اسمهم ايه؟ اسمهم الايزوليتد جروبس، اسمهم الايزوليتد جروبس اوف بورتس.
دول معزولين عن بعض، 1 و4 معزولين و2 و3 معزولين، ساعتها طلع السكاترنج ماتريكس شكلها كده. ممكن تطلع بشكل تاني مختلف، ممكن تقول اس بتساوي، ممكن تطلع كده 0 0 اس 1 3 اس 1 4 0 0 اس 2 3 اس 2 4، وهنا هيبقى اس 1 3 اس 2 3 0 0 اس 1 4 اس 2 4 0 0. هتلاقي محققه نفس الكونديشنز اللي احنا كاتبينها دي، اللي احنا هنحطها دلوقتي في برواز احمر، محققه نفس الكونديشنز ان هي 16 اليمنت، 8 اصفار منهم 4 اصفار على الدياجونال، وفي 8 تانيين مش صفر مش صفر، وال 8 التانيين دول سيمتريك. محققه الكونديشن ده برضو ازاي؟ ادي 4 اصفار من ال 8 اصفار موجودين على الدياجونال، باقي العناصر اللي هي مش بصفر طبعا، كل عدد الاصفار ب 8، 4 على الدياجونال و4 مش على الدياجونال، تمام؟ بعد كده باقي الثمان عناصر سيمتريك، باقي الثمان عناصر متوزعين سيمتريك حوالين الدياجونال برضه. طب الكلام ده يحصل امتى؟ الكلام ده يحصل لو انت فرضت ان الايزوليتد بورتس كده، ان 1 و2 ايزوليتد، وساعتها هيطلع لك 3 و4 هما الاثنين ايزوليتد، فدي اللي هي الايزوليتد جروبس. فدي اللي هي الايزوليتد ايه؟ الايزوليتد جروبس. طبعا في احتمال اخير، في احتمال اخير يعني ممكن تكون 1 و4 معزولين، ممكن تكون 1 و2 معزولين، الاحتمال الاخير ان تكون 1 و3 معزولين، ودي اسيبك انت تستنتج او تخمن شكل السكاترنج ماتريكس ازاي. طبعا ببساطه يعني الموضوع واضح، يعني في الاولانيه كان الصفر في الاولى وفي الرابعه، في الثانيه كان الصفر في الاولى وفي الثانيه، في الاخيره هيبقى الصفر في الاولى وفي الثالثه. ببساطه ممكن تعملها، يعني هتخلي الصفر في المكان الاول، في المكان الثالث عند اول صف، تقدر تكمل باقي المصفوفه تتوقع شكلها هيبقى عامل ازاي. فبغض النظر عن اي شكل من اشكال المصفوفه اللي هم الثلاث احتمالات مختلفين دول، ثلاث احتمالات مختلفين لمصفوفه السكاترنج ماتريكس بتاعه الدايركشنال كابلر، بغض النظر لكن هتلاقي دايما الخصائص بتاعتها اللي في البرواز الاحمر هي هي، ان هي طبعا 16 اليمنت عشان هو 4 بورت، هتلاقي 8 اليمنت منهم زيروز ومنهم 4 اصفار على الدياجونال، والثمانيه الباقيين سيمتريك على حوالين الدياجونال. طبعا الثمانيه التانيين عشان سيمتريك حوالين الدياجونال يبقى عدد الفاريابلز او عدد المجاهيل مش 8، ومن عدد المجاهيل كام؟ طالما سيمتريك يعني متماثلين حوالين الدياجونال هيبقى عندك 4 مجاهيل، عشان دول عباره عن 8 عناصر متماثلين، فهتطلع عندك 4 مجاهيل، وده اللي موجود في المصفوفه دايما فعلا، عندك 4 مجاهيل. يعني في الاحتمال الاولاني عندي 4 مجاهيل، عندي اس 1 2 اس 1 3 اس 2 4 اس 3 4. يبقى من خصائص الدايركشنال كابلر قدرت استنتج الشكل العام للسكاترنج ماتريكس بتاعته، وقدرت اعرف ان هي بدل ما يبقى فيها 16 مجهول، لو انا مش عارف اي خاصيه للنتورك بتاعتي اصبح فيها 4 مجاهيل فقط، اصبح فيها كم مجهول؟ 4 مجاهيل فقط. لا ده احنا كمان هناخد خطوه لقدام احسن من كده كمان، هنيجي نستفيد من المعادلتين اللي احنا حطيناهم في برواز احمر وعلمنا عليهم وقلنا دول مهمين، اللي هم المعادلتين دول اللي انا هزايح عليهم تاني، هنيجي نستفيد منهم. ده الاربع مجاهيل اللي هم فاضلين عندي ده كمان مرتبطين ببعض، الاربع مجاهيل كمان مرتبطين ببعض بالايه؟ بالمعادلتين دول. قدام هو اس 1 2 تربيع الماجنتيود يعني زائد اس 1 3 تربيع بتساوي 1، وماجنتيود اس 2 4 تربيع زائد ماجنتيود اس 3 4 تربيع بتساوي 1. فواضح ان هم كمان مرتبطين ببعضهم، الماجنتيودز بتاعتهم مرتبطه ببعضهم. طب انا مش هكتفي بكده، ده كمان ممكن اجيب علاقه بين الفيزز بتاعتهم كمان، مش بس الماجنتيودز بتاعتهم، وده اللي هنعمله دلوقتي. دي العلاقات اللي هي في البراز الاحمر بتاعت الماجنتيودز بتاعتهم، نقدر من شكل السكاترنج ماتريكس نجيب علاقات كمان بين الفيزز بتاعتهم زي ما هنشوف دلوقتي. ازاي نجيب علاقة بين الفيز بتاعتهم؟ هنيجي في السكاترنج ماتريكس بتاعت الدايركشن كابلر، السكاترنج ماتريكس اللي من فوق دي. هنضرب بقى الصف الأول في العمود الرابع. هنضرب الصف الأول في العمود الرابع ونشوف هيحصل إيه. طبعًا لو هنضرب الصف الأول في العمود الرابع من المعادلة بتاعت الإس في الإس كونجيكت بتساوي يو، هيطلع الناتج بيساوي زيرو. قدامنا الأصفار قصاد بعضيها، فيضرب الإليمنت 1 2 في الإليمنت 2 4، والإليمنت 1 3 يضربت في الإليمنت 3 4. فيطلع عندك اس 1 2، فيطلع عندك اس 1 2 في اس 2 4 كونجيجيت زائد اس 1 3 في اس 3 4 كونجيجيت، حاصل الضرب ده بيساوي زيرو. ما تنساش المعادلات بتاعت الماجنتيود اللي كانت بتقول ان ماجنتيود اس 1 2 تربيع زائد ماجنتيود اس 1 3 تربيع بتساوي 1، وان ماجنتيود اس 2 4 تربيع زائد ماجنتيود اس 3 4 تربيع بيساوي 1، اللي هما المعادلتين في البروز الاحمر. بالمناسبه المعادلتين دول برضو بيوصفوا لنا الوظيفه بتاعت الدايركشنال كابلر.
لان ماجنتيود السكاترنج بارامتر تربيع عباره عن الباور ريشيو، عباره عن الباور ريشيو. يعني ماجنتيود اس 1 2 تربيع ده يمثل ايه؟ يمثل نسبه الباور من 1 الى راحه 2. ماجنتيود اس 1 3 تربيع يمثل نسبه الباور من 1 الى راحه 3. فواضح ان الباور بتاعت 1 اتقسمت فعلا بالظبط بين 1 و2، بين 2 و3، لان مجموع النسب طلع بيساوي 1. برضه مع البورت 2 حصل نفس الكلام، ان نسبه الباور من 2 اللي راحت ل 4، ونسبه الباور من 2 اللي راحت ل 3، نسبه الباور من 2 اللي راحت ل 4، ونسبة الباور من 3 اللي راحت 4، طلع مجموعهم هما الاثنين برضو بيساوي 1، يبقى الباور برضو اتقسمت بالايه؟ اتقسمت بالتساوي. طيب طيب نجيب بعد كده العلاقات اللي هي بين الفيزز بتاعتهم. شوف العلاقات بين الفيزز ازاي. هنقدر نيجي في المعادله اللي احنا استنتجناها بتاعت الفيز دي، هنقدر نكتب كل فاريبل من دول على انه ماجنتيود وفيز. فيبقى عندي ماجنتيود اس 1 2 في ماجنتيود اس 2 4 في اس جي، حاصل طرح الزاويتين طبعا هيبقى فاي 1 2 ناقص فاي 2 4. الكلام ده زائد ماجنتيود اس 1 3 في ماجنتيود اس 3 4 في اس جي، برضه حاصل طرح الزاويتين هيبقى زاويه 1 3 ناقص زاويه 2 3 4. المجموع ده كله بيساوي صفر. طبعا لما يبقى عندك مجموع حاجتين بيساوي صفر، يبقى ممكن ببساطه تودي حاجه منهم الناحيه الثانيه وتديها اشاره سالب. فسيبنا من الصفر ده، هحط احسن علامه يساوي، وعلامه اليساوي هحط اشاره سالب. اشاره سالب في الكومبلكس يعني موجب، يعني ساويه زاويه بتساوي باي، يعني زاويه بتساوي باي. فممكن تيجي في الكومبلكس بدل ما عندك اشاره سالب، هتيجي فوق في الزاويه هتقول بس انا هزود زاويه بسيطه، الزاويه اللي هزودها تبقى موجب او سالب باي. دي الزاويه اللي انا هزودها تبقى عباره عن موجب او سالب باي، دي الاشاره السالب في الكومبلكس معناها كده. طب انا عندي عددين مركبين، مالهم؟ هما الاثنين متساويين، ادي بينهم علامه يساوي اهي كبرناه. عددين مركبين متساويين، ازاي تساوي عددين مركبين في معادله؟ تساوي الماجنتيود بالماجنتيود وتساوي الفيز بالفيز. فنساوي الماجنتيود بالماجنتيود فيطلع لنا ماجنتيود اس 1 2 في ماجنتيود اس 2 4 بيساوي ماجنتيود اس 1 3 مضروبه في ماجنتيود اس 3 4. ودي علاقه ثانيه بين الماجنتيودز، علاقه ثانيه بين الماجنتيودز بتاعت الاربعه فاريبلز دول. ماجنتيود اس 1 2 في ماجنتيود اس 2 4 بيساوي ماجنتيود اس 1 3 في ماجنتيود اس 3 4. ونشوف المعادله دي بالذات هتفيدنا ازاي دلوقتي. بس نكمل في الاول العلاقه بتاعت الفيزز. نكمل علاقه الفيزز، نسوي الفيز بالفيز، الماجنتيود بالماجنتيود والفيز بالفيز. الاونيه تبقى عباره عن فاي 1 2 فاي 1 2 ناقص فاي 2 4 بتساوي الفيز الثاني اللي هو فاي 1 3 ناقص فاي 3 4 موجب او سالب باي، موجب او سالب باي عشان خاطر ايه؟ الاشاره السالبه. هناخد الحاجات اللي علاقه بالبورت 1 مع بعضها والحاجات اللي علاقه بالبورت 4 مع بعضها. فيبقى عندي هنا فاي 1 2 ناقص فاي 1 3 بتساوي الناحية اللي هناك فاي 2 4 ناقص فاي 3 4. الكلام ده موجب أو سالب باي. تمام؟ والكلام ده موجب أو سالب باي زي ما احنا شايفين قدام. طيب يبقى إذا أنا عندي فرق زوايا في السكاترنج بارامترز بتاعت بورت 1، وعندي الناحية التانية فرق زوايا في السكاترنج بارامترز بتاعت بورت 4. خلي بالك فاي 2 4 هي هي فاي 4 2، وفاي 3 4 هي هي فاي 4 3. فدي عباره عن فروق الزوايا بتاعت السكاترنج بارامترز بتاعت بورت 1، ودي فروق الزوايا في السكاترنج بارامترز بتاعت بورت كام؟ بتاعت بورت 4. لازم يبقى الدلتا فاي اللي انا هسميه هنا دلتا فاي 1، والدلتا فاي اللي انا هسميه هنا دلتا فاي 4، يكون بينهم هما الاثنين وبعضهم فيز شيفت باي. يكون بينهم وبعضهم هما الاثنين فيز شيفت، يكون بيساوي باي. وده اللي هنشوف معناه ايه في السكاترنج بارامترز دلوقتي. فهنشوف فرق الفيزز ده معناه ايه، بس بعد ما نرجع لمعادله الماجنتيود هنكمل استنتاج منها لحاجه مهمه جدا. من معادله الماجنتيود ممكن نعمل الاتي: ممكن نقسم اس 1 2 ماجنتيود على ماجنتيود اس 1 3 هيطلع بيساوي ماجنتيود اس 3 4 مقسوم على ماجنتيود اس 2 4. طبعا لو ربعنا المعادلتين، لو ربعنا الطرفين هيبقى ده تربيع وده تربيع وده تربيع وده تربيع. هنا هيجي دور المعادلتين في البراز الاحمر. ممكن نعوض عن ماجنتيود اس 1 2 تربيع، يطلع عباره عن 1 ناقص ماجنتيود اس 1 3 تربيع. فيبقى فوق عندي 1 ناقص ماجنتيود اس 1 3 تربيع.
وتحت عندي ماجنيتيود اس 1 3 تربيع. هناك هيبقى عندي الماجنيتيود بتاع اس 3 4 تربيع اعوض عنه، يبقى 1 ناقص ماجنيتيود اس 2 4 تربيع على تحت ماجنيتيود اس 2 4 تربيع. لو فكينا الكسر في الطرفين هناخد 1 على ماجنيتيود اس 1 3 تربيع لوحده وهيطلع ناقص 1، والناحيه اليمين برضه هيطلع 1 على ماجنيتيود اس 1 اس 2 4 تربيع هيطلع برضه ناقص 1، والناقص 1 ممكن تروح مع الناقص 1، وبالتالي الكسر ده في النهايه هيبقى 1 على ماجنيتيود اس 1 3 تربيع ويساوي 1 على ماجنيتيود اس 2 4 تربيع، اللي هو ممكن نستنتج منه في النهايه ان ماجنيتيود اس 2 4 تربيع يساوي ماجنيتيود اس 1 3 تربيع، يعني ماجنيتيود اس 1 3 بيساوي ماجنيتيود اس 2 4. ودي خاصيه مهمه جدا في الدايركشنال كابلر. ايه الخاصيه دي؟ بتقول ايه؟ بتقول الباور كابلد، الباور اللي هي كابلد من بورت 1 لبورت 3 بتساوي الباور كابلد من بورت 2 لبورت 4. الباور اللي ماشيه في الدايركشن بتاع 1 3 قد بالظبط الباور اللي ماشيه في الدايركشن بتاع 2 4. وده معناه انك لما تيجي تبص للباور فلو جوه الدايركشن كابلر هتلقى الثرو دايركشن والكابلد دايركشن زي بعض مهما بصيت من اي بورد، وده نتيجه للسيمتري. ده نتيجه للسيمتري، يعني طلعت الدايركشن كابلر نتورك معانا في الاخر طلعت السكاترنج ماتريكس بارامترز بتاعتها على الدياجونال العناصر كلها باصفار، كلها باصفار ومتساويه. الكلام ده معناه في المايكرويف نتورك ثيوري ان الديفايس بتاعتنا دي او النتورك بتاعتنا دي سيمتريك، لان اس 1 1 لان اس 1 1 بتساوي اس 1 بتساوي اس 2 2 بتساوي اس 3 3 بتساوي اس 4 4، وصحيح كلهم باصفار بس كلهم اصفار بتقول لك ان هم ماتشد، وبتدي لك معنى تاني ان الديفايس بتاعنا سيمتريك. سيمتريك يبقى اذا الاتجاه بتاع الباور فلو من 1 ل 3 زي اتجاه الباور فلو من 2 ل 4. طبعا لو رجعت لمعادلتين في البرواز الاحمر، لو قلت ان 1 3 بتساوي 2 4 يعني زي ما جينا في المعادله كده 1 3 طلعت بتساوي 2 4، الكلام ده معناه ان 1 2 اكيد الكلام ده معناه ان 1 2 بتساوي 3 4، يبقى الباور فلو اللي في الدايركشن بتاع 1 3 و 2 4 زي بعض، والباور فلو في الدايركشن بتاع 1 2 و 3 4 زي بعض. لو رجعت لرسمه النتورك تلقى الكلام ده معناه زي ما قلنا ان الكابل دايركشن والثرو دايركشن زي بعضيه سواء رحت من البورت دي للبورت دي، احنا قلنا 1 2 زي 3 4، طب نرجع كده للنتورك سيمبل 1 2 زي 3 4، بص كده 1 2 اللي هو السهم الاخضر اللي من فوق، طب 3 4 الثرو دايركشن بتاع 3 4 زي الثرو دايركشن بتاع 1 2، والكابل دايركشن بتاع 2 4 زي الكابل دايركشن بتاع 1 3. ده اللي بتقول المعادله بتاعت السكاترنج بارامترز. طيب نرجع بقى لمعادله الفيز. ايه اللي نقدر نستنتجه من المعادله بتاعت الفيز دي؟ احنا قلنا ان فرق الفيز ما بين الكابل دايركشن والثرو دايركشن اللي هما 1 2 و1 3 بالنسبه لبورت 1، وفرق الفيز ما بين الكابل دايركشن والثرو دايركشن بتاع بورت 4 اللي هي معزوله عن بورت 1، لازم يكون فرق الفيز ده وفرق الفيز ده بينهم هما الاثنين زاويه بتساوي باي. بينهم هما الاثنين زاويه بتساوي باي. باي يعني 180. طب الكلام ده يتحقق ازاي؟ زاويه بتساوي باي او سالب باي، الكلام ده بيتحقق ازاي؟ الكلام ده ممكن يتحقق عمليا بالشكل اللي انت عايزه، يعني ممكن نحط اي فيس شيفت دلتا فاي 1، اي فيس شيفت دلتا فاي 1 اي حاجه، وتحط اي فيس شيفت دلتا فاي 4 ويطلع الفرق بينهم هما الاثنين في الاخر بيساوي باي، بيساوي باي او سالب باي. بس احنا في العملي ما بنعملش كده، بنختار فيس شيفت معين، يعني ده اللي بيبقى مفيد في العملي. ففي العملي عندنا حالتين مهمين جدا هما اللي مستفيد منهم كتير، ان تخلي فرق الفيز ما بين الكابل دايركشن والثرو دايركشن بتاع بورت 1 مثلا بيساوي زيرو، ساعتها تخلي فرق الفيز بين الكابل دايركشن والثرو دايركشن بتاع بورت 4 بيساوي موجب او سالب باي، فتبقى حققت ان فرق الفيزين بينهم فيز شيفت بيساوي باي. او الاحتمال الثاني انك تخلي فرق الفيز بين الكابل والثرو دايركشنز بتاعت بورت 1 يكون بيساوي باي على 2، وتخلي فرق الفيز بتاع الكابل والثرو دايركشن بتاع بورت 4 بيساوي سالب باي على 2، وبالتالي يطلع الفرق بينهم هما الاثنين بيساوي باي. ولو عكست خليت الثانيه بدل ما هي موجب باي على 2 خليتها سالب باي على 2، يبقى تخلي الثانيه بدل ما هي سالب باي على 2 هتخليها موجب باي على 2 عشان يطلع فرق الفرق بينهم هما الاثنين برضه بيساوي موجب او سالب باي. فدول حالتين. الحاله اللي من تحت دي بتفيدنا جدا في الابلكيشن بتاعت العملي، والحاله اللي من فوق برضه هي كمان بتفيدنا جدا في الابلكيشنز بتاعت العملي. وعلى ذلك الشكل بتاع السكاترنج ماتريكس نبدا نختصره كمان اكتر من كده. لو انت فرضت ان اس 1 2 بحاجه
واس 1 3 بحاجه تقدر تختصر الشكل بتاع السكاترنج ماتريكس اكتر من كده بكتير. فنقدر نيجي من هنا نقول هنقول ماجنيتيود اس 1 2 هنفرض ان قيمته مثلا بتساوي كابيتال A، وساعتها هيبقى الماجنيتيود بتاع اس 1 3 قيمته بتساوي كام؟ الجذر التربيعي لواحد ناقص A تربيع من المعادله بتاعتنا. ماجنيتيود اس 1 2 هيطلع بيساوي ماجنيتيود اس 3 4 زي ما استنتجنا من شويه. فيبقى كده ماجنيتيود اس 3 4 ماجنيتيود اس 3 4 هو الثاني بيساوي كابيتال A. فالكلام ده معناه ان ماجنيتيود اس 2 4 اللي هو بيساوي ماجنيتيود اس 1 3 برضه هيساوي الجذر التربيعي لواحد ناقص A تربيع، اللي انت ممكن تسميها B مثلا ولا حاجه، او ممكن تسيبها زي ما هي كده. كده ممكن تكتب السكاترنج ماتريكس بشكل اكتر اختصارا. ازاي بشكل اكتر اختصارا؟ هتحط الماجنيتيودز وممكن تحط العلاقتين بتوع الفيزز اللي يكونوا مفيدين عمليا، وتقول لي ساعتها الشكل بتاع السكاترنج ماتريكس بتاع الدايركشن كابلر عمليا بيبقى انه حاله، عمليا بيبقى انه حاله من الاثنين. فتعالى كده نحط الـ النتائج الاخيره دي في السكاترنج ماتريكس. يبقى السكاترنج ماتريكس بتاعتنا بتساوي اول حاجه عندي صفر، دي اول حاجه، اول حاجه عندي صفر. بعد كده عندي اس 1 2 اللي انا فرضت قيمته بتساوي A. بعد كده عندي اس 1 3 اللي هتطلع قيمته ماجنيتيود وجذر التربيعي لواحد ناقص A سكوير، تمام. بعد كده عندي 0، بعد كده عندي 0. طيب بعد كده عندي ايه؟ عندي اس 1 2 اللي هو قيمته بتساوي A، بعد كده عندي 0 على الدياجونال، بعد كده عندي 0 في المكان ده، بعد كده عندي اس 2 4، بعد كده عندي اس 2 4. اس 2 4 اللي احنا شفنا من المعادلات ان ماجنيتيود برضه هيطلع عباره عن الجذر التربيعي لواحد ناقص A تربيع، هيطلع الماجنيتيود بتاعه الجذر التربيعي لواحد ناقص A تربيع. طيب عندي بعد كده اس 1 3 اللي هو الجذر التربيعي لواحد ناقص A تربيع. بعد كده عندي صفر، بعد كده عندي صفر، بعد كده عندي اس 3 4 اللي هو قيمته هتبقى عباره عن كابيتال A، بعد كده عندي 0، بعد كده عندي اس 2 4 اللي هو الجذر التربيعي لواحد ناقص A تربيع، بعد كده اس 3 4 اللي هو عباره عن كابيتال A، بعد كده عندي 0. في الرسمه اللي قدامي دي او في السكاترنج ماتريكس اللي انا كاتبها دي، انا هنا حطيت الفيز بتاعهم كلهم بيساوي صفر، واكيد طبعا حاجه مش صحيحه، يعني مش صحيح ان الفيز بتاعهم بيساوي صفر. احنا قلنا ايه؟ قلنا ان بتوع بورت واحد الكابل والثرو اللي هم الاثنين اللي هم في السطر الاولاني بتوع بورت واحد لازم يكون في بينهم في الشيفت يا اما 180 يا اما 90. هو مش لازم لازم، انت ممكن تحط في الشيفت اي حاجه بحيث تخلي دلتا فاي بتاع بورت واحد ودلتا فاي بتاع بورت اربعه هم الاثنين في الاخر بينهم في الشيفت 180. انت ممكن تعمل كده زي ما انت عاوز، بس احنا الحاله اللي بتكون مفيده لنا في العملي اللي هي الحاله بتاعت انك تخلي فرق الفيز بتاع بورت واحد بزيرو وفرق الفيز بتاع بورت اربعه 180، او تخلي فرق الفيز بتاع بورت واحد ب 90 وفرق الفيز بتاع بورت اربعه بسالب 90 مثلا، ده بيبقى الافضل بالنسبه لك. فعشان نعمل الكلام ده نعمل ازاي؟ احنا قلنا المفروض تكون فاي 1 2 ناقص فاي 1 3 ممكن نحطها بزيرو، وساعتها نحط فاي 2 4 ناقص فاي 3 4 بتساوي 180، دي الحاله الاولى. طيب فاي 1 2 وفاي 1 3 عشان نحطها بزيرو، يبقى هنسيب الاليمنت اللي من فوق ده الفيز بتاعه صفر، والاليمنت ده كمان هنسيبه الفيز بتاعه صفر. والاليمنت ده زي الاليمنت ده عشان خاطر السيمتري. الاثنين دول زي بعض عشان السيمتري، ولكن الاليمنت ده 2 4 ده هيبقى زي الاليمنت اللي من تحت. الاليمنت ده هيبقى زي الاليمنت اللي من تحت علشان السيمتري. طيب الاليمنت ده عباره عن 1 3 برضه زي الاليمنت ده عشان السيمتري، ولكن الاثنين دول هيبقوا زي بعضيهم. الاثنين اللي من تحت خالص هم الكابلنج كوفيشنز او السكاترنج بارامترز بتاعت بورت 4، هم اللي هتخلي الفيز شيفت بينهم 180. ازاي تخلي واحد فيهم واخد اشاره سالب؟ باختصار يعني نحط اشاره سالب في اي واحد فيهم. فممكن نحط اشاره سالب مثلا في الاي، يبقى نحط اشاره سالب في الاي، يبقى ده شكل من اشكال السكاترنج بارامترز. لو ما حطيناهاش في الاي يبقى ممكن نحط الاشاره السالب الاحتمال الثاني، نحطها في الجذر واحد ناقص A تربيع، يبقى ده احتمال ثاني للسكاترنج بارامترز. يبقى في احتمال ثاني للسكاترنج بارامترز او السكاترنج ماتريكس انها تكون شكلها كده، تكون صفر A جذر واحد ناقص A تربيع، وهنا صفر، هنا A، هنا صفر، هنا صفر، هنا بقى هنقول سالب جذر واحد ناقص A تربيع، وهنا هيبقى جذر واحد ناقص A تربيع، وهنا صفر، وهنا صفر،
هنا هيبقى ايه؟ هنا صفر، هنا سالب الجذر واحد ناقص ايه تربيع، هنا ايه؟ هنا صفر. ده الاحتمال الثاني للسكاترنج بارامترز. يبقى في الحاله اللي فوق دي خلينا الفيس شيفت ما بين العناصر بتاعت بورت واحد الفيس شيفت ما بينها بيساوي زيرو، والفيس شيفت ما بين العناصر بتاعت بورت اربعه الفيس شيفت ما بينها بيساوي 180 سواء في المثال ده او المثال ده. الحاله دي بيسموها انتي سيمتريك كابلر. الحاله دي بيسموها ايه؟ انتي سيمتريك كابلر. الحاله الثانيه بتاعت 90، الحاله الثانيه بتاعت الفيس شيفت اللي هو 90 درجه، هنقول السكاترنج ماتريكس بتساوي، هنعمل الكونديشن الثاني اللي هو صفر، هنقول برضو ايه؟ جذر واحد ناقص ايه تربيع وصفر، وهنا هيبقى ايه؟ صفر صفر جذر واحد ناقص ايه تربيع، هنا هيبقى جذر واحد ناقص ايه تربيع، وهنا صفر وصفر، وهنا ايه؟ هنا صفر، وهنا الجذر، وهنا ايه؟ وهنا صفر. هنا عايزين نحط في الشيفت بين واحد واثنين، وفي الشيفت بين السكاترنج بارامترز بتاعت بورت واحد مثلا بموجب 90، وفي الشيفت بين السكاترنج بارامترز بتاعت بورت اربعه بسالب 90. نعمل الكلام ده ازاي؟ هنخلي اس واحد اثنين ياخد زاويه موجب 90، يعني نحط له جي. طب والتاني؟ والتاني ما نحطلوش جي. يبقى كده الفاي واحد اثنين ناقص الفاي واحد ثلاثة بتساوي 90. بعد كده عايزين الفاي اتنين اربعة ناقص الفاي ثلاثة اربعة تكون بتساوي سالب 90، عشان يطلع المحصلة في الآخر بتساوي 180 زي ما احنا كاتبين في المعادلة هنا. عايزين فاي اتنين اربعة ناقص فاي ثلاثة اربعة تكون بتساوي هي كمان 90، هي بتساوي سالب 90. طب نعمل الكلام ده ازاي؟ هنحط زاوية سالب 90 للفاي اتنين اربعة، أو نحط 90 عند دي، نحط هنا جي ونحط هنا جي. طبعا في فرايتس كتيره، انت ممكن تحط الجي عند الايه تحت، او تحط سالب جي عند الجذر اللي هو موجود هنا اهو واللي موجود هنا اهو، هيطلع لك برضو نفس الناتج. الحاله الثانيه بتاعت انك انت بتعمل في الشيفت 90 ما بين الثرو والكابل دايركشن بتاع بورت واحد، في الشيفت سالب 90 بين الثرو والكابل دايركشن بتاعت بورت اربعه او البورت الثانيه اللي هي الايزوليتد معاها، الحاله دي بنسميها كوادريتشر، بنسميها كوادريتشر هايبرد، مسميها كده كوادريتشر هايبرد، كوادريتشر هايبرد جانكشن، واللي تعتبر من الامثله اللي عليها الماجيك تي اللي احنا هنتكلم عنها بعد قليل. الامثله اللي عليها من ضمن الامثله المهمه عليها الماجيك تي اللي احنا هنتكلم عنها بعد قليل. الماجيك تي انا هتكلم عنها في فيديو مستقل. طب ايه السبب؟ السبب ان الشرح ده كان شرح للنظريه بتاعت الدايركشنال كابلرز وكل ما يتعلق بيها. الماجيك تي بتيجي سؤال مستقل في الامتحان، فانت بعد ما فهمت الدايركشنال كابلرز كويس وشفت الفيديو ده، هناخد الفيديو بتاع الماجيك تي لوحديه بسؤال مستقل في امتحان، وبعد كده هنكمل كلامنا برضو على الدايركشنال كابلرز. فالفيديو ده انتهى على كده، والفيديو اللي بعد كده ان شاء الله هيتكلم على الماجيك تي وسؤال الامتحان بتاعها بيبقى ازاي. الماجيك تي بتبقى عباره عن ايه؟ زي ما انت شفت كده في الكلام ده كله، الماجيك تي بتبقى عباره عن كوادريتشر هايبرد جانكشن معموله بالوف جايد، يعني السكاترنج ماتريكس بتاعتها بتبقى شبه كده. طبعا على حسب انت حاطط البورتس ومسمي البورتس ازاي، زي ما نشوف ان شاء الله في المره القادمه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.